السلام عليكم. أخ جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ ميلود، وعليكم السلام. الأخ أحمد، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك ب أوميرتا. الموضوع هو حول ملفات نتاع الابتزاز في الانترنت. إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات أو يشاركوا، الأخ يدير. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ حكيم، وعليكم السلام. أخ سفيان، طيب، ساسي، موسى، الأخ بلال. الموضوع حول الملفات نتاع الابتزاز، راهو مذكور في العنوان نتاع الفيديو نتاع البث. الأخ ولا الأخت اللي ترمز للاسم نتاعك بسلمى، وعليكم السلام. أخ إسماعيل، زينو، عبد الحليم، سليم. إذا كان فيه إخوة أخ نبيل، اللي قلت لي راه يسأل عليك أخ حسان، سأل عليه بالخير. ماذا بك باش تعرفنا شكون هذا الأخ حسان؟ أخ يوسف، حسان، ولكن الأخ حسان أنا راني المباشر ما نقدرش نتواصل معك، ممكن من بعد. أخ عيسى، وش راك؟ ناس كندا، ناس باتنا. أخ توفيق، يا خويا الناس راس الواد ما شاء الله. تحية للإخوة من راس الواد. وعليكم السلام الأخ إبراهيم. المهم الإخوة والأخوات، الموضوع هو حول الملفات هذه نتاع الابتزاز في الانترنت. ممكن الأخ موسى نديرو برنامج حول الانتخابات الرئاسية، ما عنديش مشكلة، ممكن نديرو برنامج ونتحدثو في الموضوع. الأخ أيمن، شكون أنا المفترض ومن الأدب لما تدخل لدار واحد انت اللي تعرف بنفسك؟ كمال من جيجل، مرحبا بك الاخ كمال وبناس جيجل. اخ عمر من زيرالدا، مرحبا بك وناس زيرالدا.
عبد الرؤوف، وعليكم السلام ورحمة الله. المهم الإخوة والأخوات اللي مرة على مرة تطرحوا في نفس السؤال، نعرف الأهداف نتاعكم، راني قديم عليكم في الإنترنت، باش لما يبقى الإنسان يعاود يردد في نفس الإجابة تحققوا أنتم الهدف نتاعكم. الأخ إسماعيل من البويرة، تحية ليك والناس البويرة. أخ ونيس لطفي، كيف كيف. أخ أمين برج منايل، مرحبا بك أخويا والناس برج منايل. أخ من المدية، ربي يبارك فيك. أخ عمار ناصري تيرت، مرحبا بك يا خويا وناس سيرت. الاخ جمال ما فيش مشكلة، طرحت لي الموضوع نتاع راني ان شاء الله نجاوب عليه، وان كان يعني راني كتبت التعليق وربما راك قريته، اذا كان تحبوا نديروا حوار ما عنديش مشكلة، فهمت، ما نخاف حتى شي، انا نديروا حوار ونتناقشوا في اي موضوع تحبون نناقشوه. أخ نسيم مروابح، تحياتي لك والناس البرج، ناس لاغراف والكوشة والفيبور وشعب الفار. أخ نتاع النعامة، مرحبا بك، ربي يبارك فيك. الأخ عمر، أخ من الجلفة، وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ مراد، ما عنديش مشكلة، مرحبا بكل إنسان يتحدث معايا بنية طيبة، أنا لو كان يجيو إخوة هكذا نخليهم هما يتكلموا، أنا ما نتكلمش، أنا مانيش مشتاق كلام. ما تعرفنيش أخويا، ما فيش مشكلة، شوف كاش واحد من الإخوة اللي راهم يكتبوا في التعليقات يعرفك عليا، ما كانش حتى مشكلة. مرحبا بك الأخ ميلود وبناس البويرة، مرحبا بك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بصدام وناس السطيف، ناس الهمة والنيف، مانيش عارف لا سطيف راها مازالها موجودة هكذاك، ممكن ندخل في الموضوع. الأخ كريم، الموضوع حول الابتزاز، إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا من الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا نفتح لهم الباب بتاع المشاركات، حتى باش ما يكونش قال الحوار هذا راهو موجه للناس على جال باش أنا نوجه الناس، أنا مانيش مشتاق كلام، راني درت مداخلة تحدثت على هذا سعيد بن سديرة اللي هو اتهمني، وراني تحدث امام الناس قلت باللي التسجيل هذا لست انا صاحبه، كاين واحد ربما هذا الشخص بالذات اللي هو سر بالتسجيل اللي هو تكلم معاه، لا انا قطعته ولا انا ركبته، وراه نشرته مجموعه من الصفحات وحتى في مواقع في موقع اليوتيوب، يعني نشرته مجموعه من الصفحات، وبالتالي يعني التسجيل أنا هذا خاطيني، فهمت علاش هو ذكر الاسم نتاعي، لماذا جماعة الخير.
اللي راكم تديروا في التعليقات. انا ما نقدرش نقرا كل التعليقات، لانه لو كان نبدا نقرا في كل التعليقات ما راكمش رايحين تفهموا واش راني راح نقول. دير البوك يحبوك، يا ربي يبارك فيك يا خويا. وعليكم السلام الاخ سمير، اخ سفيان من سطيف، ربي يبارك فيك. ريان، شوف نقول لك يا ولد الناس، قال لك نحي اللايف مادام راك ماكش مشتاق. تفضل ارواح ارواح كلمني اذا كان كراك راجل، فهمت؟ اخيرا على المباشر، تفضل نضيفك واهدر معايا باش يعرفوك الناس، يعرفوا المستوى نتاعك ويعرفوا العمر نتاعك، يعرفوا واش راهو عندك في الراس. تفضل نحن على المباشر. وعليكم السلام الأخ وليد. معليش يا خويا، واحد ما هو سمع بيا وانت راك تتبع فيا، وعلاش راك تتبع فيا؟ علاش؟ لأنك مريض مثلا، عندك مرض نفسي راك تتبع فيا، علاش تتبع فيا؟ والله العظيم مرضى مرضى مساكن. كاين بعض المرضى غير يحتاجوا على جلب باش يروحوا للمستشفى نتاع الامراض العقليه. ما هو الهدف نتاع بن سديره؟ المفترض هو انه تطرح له سؤال، هو موش الموضوع نتاعنا. الاخ اللي قلت لي للعهد الخامسه ممكن نديرو برنامج. شوف انا من النوع اللي لما يثير موضوع يحب يناقشه، ما نكره هذاك. انت تثير موضوع والناس تحب تجيب لك الموضوع واحد اخر. موضوع رانا تحدثنا وكتب التعليق وقلت لكم باللي الموضوع هو حول الملفات نتاع الابتزاز في الانترنت. لماذا الملفات هذه نتاع الابتزاز؟ شكون هما الناس اللي راهم وراء هذه الملفات نتاع الابتزاز؟ واش هو الهدف من الملفات نتاع الابتزاز؟ شكون هما هذ الناس اللي راهم يقوموا بالملفات نتاع الابتزاز؟ الخلل وين راهو في هذ الناس؟ في الناس اللي راهم يامنوا بالخزعبلات نتاعهم الى غير ذلك. كيفاش حنا نواجهوا هذ الناس اللي راهم يقوموا بالملفات نتاع الابتزاز؟ اعتقد هو ان الاسئله راها واضحه، راني نتحدث على المباشر. اذا كان فيه واحد من الاخوه والاخوات يحب يشارك، يتفضل يطلب الاضافه، نضيفه ويدلي بالراي نتاعو ونتناقش انا وياه، والناس راها تسمع وتحكم، راها عندها عقول وراها تفكر. اي سؤال خارج الموضوع ما نجاوبش عليه. الموضوع نتاعي اللي راني اثرته هو الموضوع نتاع الابتزاز في الانترنت. اذا واحد يحب يدير مداخله يتفضل. نهار اللي ندير تحبوا نناقشوا مواضيع واحد اخرى ما فيش مشكله. تحبوا اي موضوع تحبوا نناقشوه، نناقشوه على المباشر والناس كامل تسمع. وبامكان كل الناس اللي يحب يدير مداخله او يدير تعليق يتفضل. اي واحد يحب يدير مداخله، ربما فيه بعض الاخوه اللي الاخ طارق، شوف نقول لك، تربى تطرح لي في سؤال، انا علاش بلوكيتك؟ علاش نبلوكي الناس؟ انا بلوكي واحد لانه راك تشوف حنا نحكيو في موضوع وانت علاش بلوكيتني؟ انت راجل، انتيا تكتب في التعاليق وتقول لي علاش بلوكيتني؟ الاخ جليل، الموضوع نتاع الالهاء رانا تحدثنا عليه. اللي راهو عنده، اصبر تشوف،
راني ممكن بالك كانت كاين واسمه، ممكن بالك كان البوطون هذاك تاع الإضافة، ممكن بالك كان مش اصبر تشوف الأخ هذا. أضفتك، مرحبا بك، نتحدث على المباشر والناس راها كامل تسمع. راني أضفتك الأخ الكريم، ننتظر الإجابة. ربما كان فيه واسمه البوتون هذا كان مش شغال. الإخوة كم تعرفوا في الإنترنت، أي واحد من الإخوة يحب يشارك راني فتحت الباب نتاع المشاركة، يجاوبنا في الموضوع، يتفضل نتناقش أنا وياه على المباشر والناس كامل تسمع. إذا كان يحب يجي بن سديرة راهو يتبع فينا، يتفضل مرحبا على المباشر. وأي واحد من الإخوة اللي ذكر الاسم نتاعهم يتفضل مرحبا به على المباشر ويتكلم ويقنع الناس. الآخراني أضفتك، يبدو هو أنه كاين، أصبر تشوف، ما نقدرش ندخلكم كامل مع بعضك. خلي أصبر تشوف، كاين نبداو بهذا، كاين راهم ثلاثة. مرات يكون الضعف نتاع الخط، وبالتالي خاصة من الإخوة اللي راهم موجودين في الجزائر. إذا كان فيه إخوة راهم موجودين في الخارج من الناس اللي راهم يتبعوا فينا يحبوا يشاركوا، دوك ندخلكم ان شاء الله. كاين واحد زوج ولا ثلاثه داروا الاضافه، كاين واحد اني اضفته ولكن يبدو هو انه عنده مشكله. ما ندخلوا هذا الاخ حميد، والله يعقوب، والله شوية ضعيفة، أصبر شوية دوك نزيدو، راهو أوفون الأخ الكريم، الصوت راهو أوفون، عاودي راه تلعب على راك، بلوكيتو في الصفحة، أنا نبلوكي واحد اللي هو يسب، نبلوكي واحد اللي هو يحرف النقاش، تتحكي في موضوع هو يجي يحب يجبد الناس على الموضوع على جال باش تخلي الناس الموضوع وتروح تلتم موضوع واحد آخر. حنا نحكيو في موضوع الابتزاز، راجل خارك على المباشر، بلوكيتك في صفحة واحدة أخرى، راك راجل، هنا على المباشر، اطلب الإضافة نضيفك وتكلم في الموضوع نتاع الابتزاز. شئنا نحكيك في موضوع نتاع الابتزاز هو يجبد في الناس الموضوع واحد آخر. تفضل الأخ أيوب أرواح ودير مداخلة. ما كاين الاخ هذا هشام، ما نقدرش راهم كاين بزاف في الاضافه، كل مره ندخل واحد كاين اعتقد ضعف في الانترنت. ممكن الاخ الكريم، ممكن بالك من الوسم نتاعك، فهمت، راهو الصوت راهو اوفون، ممكن بالك عندك خلل في الجهاز نتاعك. المهم راك شحال من واحد، الاخ هشام راني اضفتك للاسف الشديد ما دخلتش، الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بحميد قندوز. خاصة من المبتدئين هذو في الانترنت، باش واحد يشارك بيكون عنده. تفضل الاخ حميد. السلام عليكم. الو، وعليكم السلام ورحمة الله. كويس؟ يبدو
اصبر اصبر الاخ، تفضل تفضل تكلم الاخ حميد. يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. يا اخي. موضوع الابتزاز هذا انا اسمعه منه بزاف. حاجه تفيد الجزائر ماشي الاشخاص. انا واش حبيت نقول لك يا اخي، ابتزاز دوكا واحد ولا يهضر في واحد. للأسف الشديد هو أن الأخ حميد خرج، ربما عنده خلل في ال هكذا. راه الصوت مليح الإخوة. يا أخي مسكين يا أخي، أرواح أرواح. تكلم على المباشر، تكلم على المباشر، تكتب بالتعليقات، أرواح على المباشر. ونعرفوك ديجا، نعرف الصوت نتاعك. يا هل ترى راك مرا ولا راك راجل؟ يا هل ترى راك طفل؟ يا هل ترى راك مكلف بمهمة ولا رسمه؟ تفضل أرواح وتشوف، تشوف كيفاش نجاوبك. أرواح تفضل على المباشر وتسمع، تسمع الدواء. الأخ ناسم الروابع، لازم واحد من الإخوة اللي راهم يحبوا يديروا مداخلات لازم تكون تتكلم بالهاتف، ماشي بالجهاز تاع الكمبيوتر. لازم تكون تتكلم بالهاتف، ولازم تكون عندك لابليكاسيون تاع الفيسبوك في الهاتف نتاعك. وبطبيعة الحال الجهاز الهاتف نتاعك لازم تكون عنده كاميرا، أمر مفروغ منه. والصوت اوكي، ديجا الصوت راهو مليح. اوكي الاخ روابح نتاع البرج، راني اضفتك. نتحدث عن الابتزاز هذا اللي راه موجود. الاخ مليك، هذا سامي. اطلب اطلب الاخ الاضافه، الاخ نور الدين. واش نجاوبك يا الاخ الكريم؟ مرات هو انه كاين تعليقات يفوتوا، مانيش نشوف، انا مانيش نتبع في التسلسل نتاع التعليقات. مرات نشوف تعليقات هكذا ماهيش داخله في الموضوع، ما نهدرش عليها. طلبت الاضافه، اصبر تشوف الأخ حميد دخلتك. وأصبر تشوف نعاودو بالواحد. أخ حميد هذا، يبدو أنه كاين هناك خلل في الإنترنت. كم تعرفوا في الجزائر كاين ضعف في الخط. أخ حميد، أخ حميد، يبدو أنه راه عندك خلل في الجهاز تاعك. راني كل مرة نضيفك، فهمت؟ إيه قول لي بلي ما كانش حتى ريبونس. المهم يبدو أنه عندك خلل في الجهاز نتاعك الأخ حميد. أصبر تشوف المرة اللي من بعدك. أخ سامي، نضيفو نشوفو الأخ سامي، ومن بعد نمر للإخوة الآخرين اللي راهم طلبوا الإضافة. المهم فيما يتعلق ب سعيد بن زديرة، راني درت جواب راه مسجل وراه منشور في الصفحة، ومنشور في الصفحة نتاعي على موقع نتاع اليوتيوب. الآن تحدثوا
على موضوع نتاع الابتزاز بشكل عام، تحبوا تحكيوا على هذه القضية هذه نتاع التي سميت بشبكة نتاع أمير ديزاد وأنيس رحماني، وش اللي راهو جاري فيما يتعلق بإدخال الناس للسجن وإلى غير ذلك. أنا راني تحدثت في هذا الموضوع، إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا إضافة أو يديروا تعليق أو يديروا تعقيب أو يديروا مداخلة بشكل عام هكذا في هذا الموضوع، ما عنديش حتى مشكلة. المهم يكون الكلام في إطار من الاحترام المتبادل. كاين عائلات راهم يتبعوا فينا، كاين إعلاميين راهم يتبعوا فينا، كاين صحفيين، كاين كذا. تفضلوا أرواحوا، يكون كلام موزون، يكون في إطار من الاحترام المتبادل، وتفضل قوم بالمداخلة نتاعك، ساند فلان أو علان أو ما عندي حتى مشكلة. أنا راني إنسان نسمع للآراء كله، عندي عقل نفكر به. إذن الأخ سامي راني دخلتك، وما مع الأسف الشديد ما يبدو هو أنه راه عندك مشكلة في الخط تاعك. الأخ حميد نفس الشيء. نمر للأخ هذا يونس، نجرب ترى مع الأخ السلام عليكم أخي. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ يونس. يزيد فضلك أخي، لاباس الله يبارك فيك أخي. الأخ. ابتزاز راك تحكي عليه هذا على أمير ديزاد؟ لا لا، تحكي على موضوع نتاع الابتزاز بشكل عام، تحب تحكي على هذا أمير ديزاز؟ ما عنديش مشكلة أخي الكريم، الموضوع الابتزاز قاع كامل على أمير ديزاد. أمير ديزاد هو اللي خرجوه، قالوا الابتزاز من عنده، راك معايا؟ وأمير ديزاد راهو يخرج، راهو يكشف واش راهو صاري في البلاد، واش راهو صاري ولا لا لا، الأمورات قاع اللي راهم يصراو في البلاد راهو يعطي لك بالتعليق وبالصوت وبالصورة وبقاع وكلش، ولا لا لا أخي؟ فهمت عليا ولا مازال أنا ما فهمت راني عليا؟ نشوف والو، أنا ما راني نشوف انا حتى كنت حاجة. ما راك فاهم حتى حاجة. معليش لا يا لا، اخي، ما انا قلتلكش هدرت مانيش فاهم، أو قلتلكش مانيش فاهم، قلتلك ما راني نشوف فيها حتى حاجة. تارك في الجزائر. راني في الجزائر. انت اخي وين راك؟ أنا راني في فرنسا. راك في فرنسا، الله يبارك. انتيا اسكو الشخص هذا تعرفه؟ انا الشخص هذا ما نعرفوش، بصح اسكو المواضيع التقيت اللي بيه؟ يحكي لهم وش راهو اسكو يخرج التقيت بيه؟ وش راهو يخرج بالصورة. اسمح لي الاخ الكريم، شوف، الفساد في لا الجزائر بونا لا الفساد راه بونا موجود. وش راك مهدي؟ لا لاباس باس بيا بخير الحمد لله. كيفاش؟ طب وانتيك مهدي والحال؟ اسمع، اغلق الباب حميدو دقيقة. فهمت الاخ يونس؟ سمعت اصلا؟ ها الفساد في الجزائر موجود، هذا امر من المسلمات. فهمت؟ بزاف بزاف بزاف. اسمعني شوية اسمح لي، شوف انت اسمع لي وانا نسمعك، ونحاول هو ان ننفذ خاوتنا اللي راهم يسمعوا فينا. معليش خويا، بيان الفساد سور، احنا ماذا موجود في بينا نلعبوا، الجزائر. احنا ماذا بينا نلعبوا ميساج باش الشعب اللي راه عايش في الجزائر واللي راه عايش خارج على الجزائر يفهم واش راهو صاري، كيفاش راهي الدعوة لهنا. ماشي قال نعم، شوف، الفساد في الجزائر موجود، موجود من الرئاسة حتى البلدية، هذا أمر مفروغ منه. المفسدين، اسمح لي، ما حتى تقطعنيش في كل كلمة، الاخير تقطعني، اسمعني، معليش خليني نكمل المداخلة نتاعي، ومن بعد فيما بعد تدلي بالمداخلة معليش نتاعك، تفضل اسمعني، ماشي في كل كلمة تقطعني. تفضل معليش شوف، معليش تفضل اخي. الفساد موجود في الجزائر من الرئاسة إلى البلدية، موجود عند المسؤولين، ايوه موجود أيضا في الفئات نتاع الشعب. ما تقوليش باللي درك مال المواطن ما فيهش الفساد، الفساد موجود. راك تشوف الزنا نتاع المحارم، راك تشوف الرشوة، راك تشوف السرقة. السرقة هذه ماهيش خاصة بالمسؤولين، صحيح هو أنه الإنسان اللي راهو درك في المسؤولية وراهو هو
المفترض يمثل الشعب، والمفترض هو انه يخدم الشعب، والمفترض هو انه يكون نزيه ويكون كذا ويكون كذا. ولكن هذه الملفات هذه نتاع الابتزاز ليست خاصه فقط بالناس اللي راهم موجودين في المسؤوليه. تلقى واحد مواطن يبتز مواطنه، قال مثلا واحده حب يتزوج بها، وقال مثلا مالها ما حبوش، او هي قال مثلا شافت العقليه نتاعو رامجه ما حبش تقعد معاه، والله يصير هو يبتز فيها. قال مثلا تصورت معاه في مرحله نتاع كذا نتاع ما على باليش انا شهوه، والله هذيك تصورت معاه، فيما بعد هو يستغل الصور تاعها. بالاضافه الى انه كاينين ناس في الاعراس، تروح انت تدخل يعرضك واحد، تروح انت تتعشى عنده، من بعد انت تصير تصور في بناته ولا كذا، وتستعمل انت في هذيك الصور في الفيسبوك. هذه مش خدمه تاع رجال، هذه مش خدمه تاع مسلمين. هذه ما هيش تاع لانه هذا الشخص، اصبرني اصبرني، الحقيقة. هذا الشخص هذا، هذا الشخص انت اللي تحكي عليه هذا، هذا انسان هو راه بروحه يقول باللي حراق، هو بروحه تدخل لك انت في راسك هو انه واحد حراق، يروح هو يدخل للرئاسه، ويدخل هو النادي الصنوبر، تدخل لك انت في راسك. هذا الشخص هو وش يدير؟ كاين صور راها منشوره في الفيسبوك، هو يهزها يحطها في الصفحه نتاعو. كاين صور نتاع اشخاص هكذا مرات هما يصفيه في حساباتهم، يصفيه في حساباتهم. هو الناس مع الاسف الشديد، يعني للاسف الشديد، ما تخدمش العقول تاعها. هاني على المباشر، هاني على المباشر، هاو يجي نتكلم انا وياه على المباشر، هاي هاني على المباشر، يجي نتكلم انا وياه على المباشر. يتفضل، متى بدا هذا المعارضه نتاعو، هذه الملفات نتاع الابتزاز اللي راه هو ينشر فيها؟ يتفضل على المباشر، يعني على المباشر يجي وتفضل. اتفضل يا اخي، يا اخي احنا فعلا مثلا هذا مستوى منحط اللي راك تحكي عليه. راك معايا يا اخي؟ هذا مستوى منحط ورديء جدا جدا جدا. بس فاش احنا النقطة اللي حابين نوصلوها، كاين نقطة انا ما جيش نتحدث على هذا كيما هذوما الامور كذا منا. كاين نقطة اللي انا حابين نوصلوها، احنا الدولة تاعنا راهي كما يقولوا راهي تفرسي في المجتمع، في الشعب تاعها راهي مزيراته بزاف. سمعت اخي؟ نعم. الدوله راهي تنهب في الطريق، راهي تنهب في الطريق. الحاجه الاولى بريميرمون راهي تنهب في الطريق، راهي ماهيش عارف وين الدور، يضربوك بروسي لازم تخلصوا. كاين ضغوطات راهي تدير فيهم على المجتمع. راك معايا يا اخي؟ نعم. كاين ضغوطات راهي تدير فيها، راهي تدير في لابريسيو على الشعب، دير عليه بزاف لا بريسيون. سي بور سا لي الشعب راهو كاين اللي راهو يسرق، كاين اللي راهو كذا، بيسك راهي من الفوق، ماشي قال لي راهي جايه من تحت وطالعه، راهي من الفوق جايه وحابطه، حابطه للشعب. فهمت اخي؟ هو هذاك المستوى. ما رانيش نقول لك العكس، انا راني بروحي، انا راه عندي 18 سنه ما دخلتش البلاد. يا اخي وش راح نقول لك؟ هناك ربي. سمعت خويا العزيز، هنك ربي كي ما تخش البلاد، ما تشوف شغل. شفت الحصار، الحصار تاع فلسطين، الحصار اللي كانت اسرائيل على فلسطين، رانا عايشين فيه احنا في الجزائر، وسورتو في هذه الاونه الاخيره، هذه الاونه الاخيره راهي بزاف لهنا. لا لا انا متفق معاك، متفق باللي كاينه حقره، كاينين الناس يعني تقول انت مش جزائريين وبهذا الشكل اللي انت اللي راك تحكي عليه. يعني كاينين الناس اللي لحقوا الى درجه هو انه عندك الشعور هذاك انت انه ناس محتلين. انا معاك، كاين هذا الناس، ولكن كاين الناس شرفاء، كاين الناس يخدموا في خدمتهم، وكاين مواطن اللي كاين اللي مواطن فاسد. والله الذي هو ربي غير تلقى واحد في الالف، تلقى واحد في الالف اللي زع بار اكزومبل يقدر نورمال المجتمع تاعو، نورمال الشعب، الدوله تتعامل مع الشعب بطريقه قانونيه، تتعامل معه بسياسه باش ترتاب الدعوه بيناتهم. بصح هما لا لا، العنف وين تقاري يحوسوا لك على التشيب على الرشوه، امورات بزاف الرشوه. المهم لازم وين دور في الجزائر. مهدي خويا العزيز بيناتنا تليفون تهلا يا اخويا، سلي على العجوز مهدي كاش ما يخص عيط يا اخو. ايوه حميدو ان شاء الله. هيا اخويا سمعت اخي؟ نعم. دايره لابريسو على الشعب بزاف،
بزاف، نعم ماشي غير شويه ولا بزاف بزاف، تحس روحك صح راك محتل، في اللي ما عندكش الكتاف، ما عندكش الكتاف، المواطن الزوالي تما مثلا يحس روحه يقدر يدير. كاين امورات راهم يصراو ولا هنا في الجزائر، كاين مواطن تلقاه ضرب بوليسي، مواطن ضرب ما عارف، الحمد لله العسكر نقول له ما كاش ما يدناوش، مي بصح تلقى مواطن يدار مع بوليسي في البلاط، يدار هم صراو امورات ديالهم على المباشر كاع، خرجوا الفيديوهات تاعهم بزاف بزاف. رانا شوف دوله محتله شعب لا نقاش فيها، انا شفت الاستعمار الفرنسي، رانا هكاك في الاستعمار الفرنسي، وفي اي لحظه في اي لحظه يقدر هذا الشعب، يقدر هذا الشعب كانت راه ديك النهار شت وصلها في باب الواد على جال هذاك اللي ضربه في الصطاد، وهي سبتها كاع مشي على جال هذاك اللي ضربه في الصطاد. شفتها واللي هي تعرف في الجزائر مين تبدا من حاجه، مين تبدا، تبدا من باب الواد وتجي خارجه. معاك معاك، يعني كي على بالي باللي كاينه الظروف تاع الضغط وتاع الاحتقان هذيك، معاك راني ماني ما نقولش الكونترير، ولكن في نفس الشق في نفس الوقت الاخ يونس هكذا، يونس وي يونس، منين الاخ يونس؟ منين؟ انا من الحراش اخي الكريم. الاخ يونس شوف، انا راني معاك تقول لي باللي كاين الظلم، كاين الحقره، كاين الرشوه، كاين الفساد، كاين كل الامور هذه اللي تحكي عليها، ولكن في المقابل الاخ يونس، الاخ يونس شوف، التغيير، التغيير باش انت تغير الفساد هذا، كيفاش حنا نغيروا الفساد هذا؟ كيفاش حنا نغيروا هذاك المنكر هذاك؟ لازم تتبع، لازم تتبع، لازم تتبع السيره النبويه الحاجه الاولى. لازم تتبع السيره النبويه وخلفاء الراشدين. صح، حنا الدوله تاعنا لازم هي اللي تبدا من الشمس. صح، قال ربي سبحانه قال لك وما لا الآية هذه كوش تقول ما غير الله بقوم إلا ما غيروا في أنفسهم، بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما غير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صح، بصح أنت تبقى دير الضغوطات 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 بزاف. دوك الشعب النص الكبير راهو لابس الكاسكيطة هذيك الزرقاء والخضراء، فهمني، تاع لابوليس وتاع لي جوندار، وما نحكوش على الجيش الوطني الشعبي. الجيش الوطني الشعبي راهو في مكانته، وربي وفقهم ربي يكون معاهم، باسكو ما راهم دايرين والو مع المواطن. نعم راك معايا، كيما نقولوا ان شاء الله ربي يجعل الخير منا القدام. حميد وحبطك ان شاء الله، ربي يجعل الخير منا القدام. الاخ يونس نشوفه تراكش ما واحد من من الاخوه الاخرين، وربما شكرا، بارك الله فيك الاخ، ربي يكون معكم. صح اخي، شكرا، عفوا، شكرا. اصبر تشوف الاخ، ايوا طارق، انت اللي قبل كنت تتحدى وكنت تسمع، تفضل الاخ طارق. اخ طارق هاني دخلتك، يبدو هو انه ما شوفوا، ترى هذا الاخ نور الدين، ما فيه اخوه دخلوا. دخل نور الدين، مرحبا نور الدين. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك، مرحبا بك الاخ. الله يعيشك خويا، الله يعيشك وسماك الله. انت انا ما عباليش باسمك. وسمي نور الدين، وسمي نور الدين، انا وسي اسمي نور الدين، متشرفين العزيز. ايوه مرحبا بك اخويا. وجا نقول لك خويا، وجا نقول لك، انا شفتك تهضر على الموضوع هذا، والسيد اللي كان قبلك وسي، بس حنا حنا لي زالجيريان، حنا حنا المشكل فينا، حنا عمره ما كان في البلاد. ها المشكل في الجزائري بحد ذاته، ولا كونسيبسيون دان الجيريان لازمها تعاود تتشاف. مكونات الشخصيه الجزائريه لازمها تعاود تتشاف، والمشكله مش في الدين. الدين هذا الدين، الدين الاسلام، الناس كل يقول لك لازم تكون الدولة الإسلامية وتجي الخلافة، باه ديرها الخلافة، ديرها بشعب مش صح. متربي، صح. ها باه ديرها، ديرها بقلة التربية، ها قلة الاحترام،
صح. الناس تنوض على الصباح مع باه ما يدير فيه والو، يعقب 24 ساعة وهو مريح يدور في يديه في القهوة ويقول لك هو ربي يجيب، ما ربي عمره ما يجيب لك، ربي يقول لك اسعى. صح تي دوا تروفي كالك شوز ا تا فيا، تي دوا تروفي ان سونس ا تا فيا، تي دوا تروفي كالك شوز بور كونستخويغ تا فيا. الشعب تاعنا ما يخدمش على 9 تاع النهار يحبس الفلاح. انا انا كنت في البلاد الفلاحين على 9 تاع النهار يحبسوا، يقول له ما نخدمش السمشه. الاخ نور الدين طارق في الخارج، هاني في الخارج، راني عشت حتى 33 سنه وانا في البلاد، خدمت 11 سنه في البلاد انايا. برك نسقسيك ها؟ وش من جهه راك في الخارج؟ هاني في بلجيكا، هاني في بلجيكا. ما شاء الله. منين انت الاخ نور الدين؟ وش من جهه في البلاد؟ من الشرق؟ وش من جهه؟ هاني من الشرق، هاني من عنابه، انا من عنابه. عنابه ما شاء الله، ما شاء الله. يبارك فيه. اي دوك شوف يقول لك الاخ المرضي، شوف هو راهو كاين راهو الصوت يتعاود، ربما كاين مشكلة في اليوم، راهو الصوت يتعاود. اصبر نشوف الاخ المرضي، نحاولوا كما نقولوا نثريو هذا النقاش. هو كاين الاخوه اللي راهم موجودين في الخارج، وكاين الاخوه اللي راهم موجودين في الداخل. درك مرات هو انه هذا الاخوان اللي راهم موجودين في الداخل هما راهم تحت الضغط، تحت الضغط، واحد تحت الضغط نتاع الفقر، واحد تحت الضغط نتاع القوانين هذه وهذا الحوادث اللي راها موجوده، هذا الجو هذا اللي راهم عايشين في البلاد كاين ضغط. والاخوان اللي راهم موجودين في الخارج هما مرتبطين بطبيعه الحال كون انهم جزائريين، مرتبطين بالبلاد نتاعهم، يحاولوا انه ينقلوا مثلا تجارب، ينقلوا افكار، ينقلوا هذاك الجو اللي راهم عايشين في الخارج، قال مثلا نتاع الاحترام نتاع القوانين ونتاع التنظيم ونتاع، يحاولوا انه ينقلوه للداخل. برك هذوك الناس اللي راهم في الداخل لما يشوفوا هذوك الناس اللي راهم في الخارج يقول لك اودي انت راك ماكش عايش في البلاد، روح عيش انت في البلاد واهدر وخطر. كاين الناس اللي هما في الخارج لما انت تدخل للداخل ما تقدرش تعيش معاهم، لماذا؟ لانك انت راك عايش في جو واحد اخر في الخارج، عايش في جو نتاع نظام، جو نتاع احترام نتاع القوانين، كل واحد راه في حقه وكذا وكذا وكذا، وتلقى صعوبات لما تدخل لانه ما كانش نظام، ما كانش احترام نتاع مؤسسات، ما كانش اراده شعبيه حقيقيه، وقاعده الناس في هذيك الحلقه المفرغه. واحد اللي راهو في الداخل أنا ينتقد في الناس اللي راهم في الخارج، والناس اللي راهم في الخارج ينتقدوا في الناس اللي راهم في الداخل، وراها الأمور ماشية. يعني أنا ما انتقدتش. حتى حديث. شوف مؤخرا برك شفت واحد التعليق اللي بدلوه في قناة أعتقد مسمينها الجزائرية هكذا، ويتكلموا على اللي زين قري. قال باللي هم داو حتى البصله، يديو حتى البصله وصاروا يديو حتى الموبل وكذا. يعني انت لما تسمع تقول انت وكانه هذا الناس اللي راهم في اوروبا راهم قريب يوليو يحرقوا الجزائر بالتعليق هذاك. لكن الواقع، الواقع لما تشوف انت شباب راهو يحرق، تشوف ناس كيفاش راه تحرق على القوارب بتاع الموت، وين رايحين؟ جايين اوروبا. وش جايين يديروا في اوروبا مثلا؟ سؤال، شو جايين يديروا في اوروبا؟ هل طار هاربين من الجنه مثلا؟ هاربين من التنظيم، هاربين من الفردوس الاعلى اللي راه موجود في الجزائر، على واش راه هارب الناس؟ هما جزائريين راهم عايشين في الخارج، روح للجزائر يحب هو ينقل الحاجه نتاع البلاد، قال تمر، قال ما على باليش انا حتى البصله يجيبها، وراه هو يحب ياكل الحاجه نتاع البلاد، لو كان هو يلقاها هنا في فرنسا ما يديهاش، ما يروحش يجيبها من الجزائر، لكن هو روح للبلاد يحب يدي حاجه يعيش بها. يعني اسيدي شحال راهو جاب؟ اسيدي نقولوا 50 كيلو نتاع بصله مثلا. ها يا سيدي جاب 50 كيلو نتاع بصله، شحال راح تقعدوا هاد 50 كيلو نتاع بصله؟ عام عامين، شحال؟ يعني هو يروح للبلاد باش يجيب البصله يجيبها لفرنسا يعيش بها. يعني ترى هذا منطق؟ هو راهو عايش طول العام هنا في فرنسا والله في بلجيكا والله في اي دوله من الدول الاوروبيه، دخل البلاد جا مروح يحب يجيب معاه حاجه ريحه البلاد، تيتو هذا مكان. تفضل الاخ نورتي. شوف يا اخي وش نقول لك، انا شفت درك التعليق
انا كي نهضر نقول نحنا الجزائريين، انا وسي جو في بارتي، انا وسي اني جزائريه وعشت في صح البلاد وقريت في البلاد وخدمت في البلاد وكلش، وكل واحد عنده سبب على يهرب من البلاد، راك فاهم؟ كل واحد عنده سبب، بصح الانسان الى هرب من البلاد لازم يكون عنده هدف. الا كان يجي هنا بور فار ان فورتين ويروح البلاد، جو سوي داكور سي تان بيت كوم ان اوتر، هدف كيما واحد اخر. بصح لا كنت تشوف هنا لي زالجيريان اللي عايشين هنا في الخارج، كون جو تبارل دي زالجيريان، مش غير لي زالجيريان، لي زالجيريان مغاربه توانسه كلش، نعم لا بليبار عايشين عيشه تافهه، ان في مارجينال عايشين. ils viennent ici ils ne veulent pas travailler ما يشتيوش يخدموا. انا نقول لك اني جزائري وجو كوني بوكو دالجيريان، ils ne veulent pas travailler، يعيشوا على السوسيال، يعيشوا على السوسيال ويريحوا. والكوار دو طون زون طون كي تشوفهم، بالك انت وسيك عايش في الخارج، لا بليبار دي جون اي نو ديتست. بوركوا؟ باسكو لا بليبار دو نو سون دي بروفيتور. نعم سي تو، كلمة الحق تتقال. والناس اللي تجي، اسمح لي نكمل لك بركة، والناس اللي تروح البلاد لا بليبار يحكيو الخارج والخارج والخارج والخارج. الخارج عنده دي سي زافونتاج وعنده سي جهنمة ديالو كما يقولوها. بصح الانسان، انا كنروح البلاد، انا نروح نشوف لا فامي، انا ما نكذبش على الناس نقول لهم اني كذا وكذا وكذا كما يقولوا الناس، واني منا واني لاباس ومنا وانا ندير وكذا والبزنس ما نكذبش على الناس، كلمه الحق تتقال. نعم لي فرونسي، لي فرونسي بعد نحكي لك ان سامبل اكزومبل، لي فرونسي بوركو يل سون دون لا ري ماتنو؟ باسكو يا دو لا ميزير اون فرونس، اي كونت اون دي لا ميزير الي بور تو الموند. ونحن لي زالجيريان، لكن يا لا بوفرتي سي فري، يا لا بوفرتي كوم سا اكزيست دون توت سوسيتي، في كل مجتمعات كاين الفقره، وربي دار الاختلاف بين الناس، كان هذا غني وهذا فقير وهذا كذا وهذا يخدم في الحكومه، هذا عنده ابن عميس هذا ما عندوش. انا وسي باب الله يرحمه مجاهد وانسان بسيط وحارب على البلاد ومد حتى فرنكا، وقاعدين عايشين في الدار تاع فرنسا لليوم، وجامي واحد منا ادى حاجه، لا انا لا خاوتي لا اختي لا، ما كان حتى واحد. نعم وسي با، ولا كان الشايب ربي يرحمه دار حاجه دارها لي هو، بصح جو في جامي بوزي مي بروبليم سير لو دو دو مون بير، ما في سي تا موا، حياتي انا ليا. ونحن الجزائريين كلنا فينا العيب، كل كي نحكي لك انا عن نفسي ولا عليك ولا على الناس. هو الابتزاز، الابتزاز انت كنت راك تشوف انت الابتزاز اللي قل التربيه، الابتزاز قل التربيه، قل التربيه. الانسان ما عندها ما تدير في حياتها، لا تي غير بالاخرين، او ربح او شرى طوموبيل او دار او دار البزنس او دار او سرق او يعرف فلان او شرى هكا وراح لهذاك وضرب هذاك وخرج مع هذيك، هذه وش هي؟ هذاك الانسان يعود عنده عيشه تافهه، ما عنده حتى دور في الحياه، سي بور سا يتولى بالحوايج هذه. لكون جا خدام ولا اون فامي ولا يل في كالك شوز بور سا في، نوغا با لطون بور ديسكيتي سيغ لي زوطخ. ونحن لازم العقليه وسي تاعنا تتبدل، انه لا كان الانسان يروح يبتز امراه لانها خرج معاه، ولا علاه خرجت معاه بالك الفولي فار اون في افيك لوي، مي الا تروفي كي سي سي باس سيغ سون كو الا كوبي كور، ولا هو الا كوبي كور. اوكي جو بو كومبروندر، المراه كيفها كيما الراجل، عندها نفس كيفها كيما الراجل، عندها كرامه، عندها هدف في الحياه، عندها صفه كيفها تحب تعيش، مش الناس كل تناسبها، راجل واحد اللي يناسبها، وسي با واحد يجي يطلبها يقول لها راني حبيت نزوج بك تقبل بيها، الا تقول لا فضل طه ما دير لهاش مشاكل. لا سي فري ولا لا؟ كيما الراجل يعرف يخير، كيما المراه وسي تعرف تخيرها وعندها الحق تخير الراجل اللي تعيش معاها، سي با باسكو راهي مراه لازمها تسمع للراجل. لا وهذه العقليه في البلاد لازمها تتبدل، انها المراه وسي عندها الحق با تخير الراجل اللي تحب تعيش معاه، والراجل ما يدير له حتى مشكل. اخ نور الدين، الموضوع هذا انت الابتزاز، هذا الناس اللي هما يبتزوا ناس اخرين، علاش يبتزوهم؟ لماذا؟ ما هو الهدف من الابتزاز؟ يعني الابتزاز يحب يوسخك، يحب يوسخ لك السمعه ديالك، كاين واحد يحب يبينك بلي راك انت انسان تافه ولا انسان ما تصلحش. واحد بصح الانسان نورمالمون كيجي واجه كيما قلت انت قبيله على السيد لا قاعد يسب في لي كومونتير، قلت له كون جيت راجل خرج واهضر معايا، واهضر معايا دو فاسون بو ميتر لي بون كونتا،
ما تجيش انت نعم تكتب على الناس، تطيح لهم قيمتهم ولا تسب في شرف الناس، هذه قلة التربية. والإنسان اللي قليل التربية وين تحطه يبقى قليل التربية؟ عمره ما يتربى. أني نعم نقولها لك، صافي با دا صافي با دير أنني قاعد نفخر بروحي أني أكثر تربية من الناس الآخرين. أنا كيفي كما الناس الآخرين، إنسان بسيط كيفي كما الناس الآخرين، جزائري نعم كيفي كما الناس الآخرين، نخاف على البلاد ونحب البلاد ونشتي البلاد نشوفها كبيرة والناس فيها لاباس، ونروح نلقى الناس زاهيين واحد. بس حنا الجزائريين فينا عيوب بزاف. تلقى الخدام يسرق، الشعبي يسرق، التاجر يسرق، اللي في الحكومة يسرق، البوليسي يسرق، الناس كل تسرق، والناس كل تعيب في بعضها، والاخر سرق والاخر دار، بصح واحد ما يشوف. والناس تخدع في ربي. وسي جماعة كيما لي فرير ميزين موسي، كاس كيلز اون في بور لالجيري، كاس كيلز اون في، زون ديتروي لالجيري سي جون لا، اللي زون ديتروي افيك لور فيلوزوفي تاع الافغانستان ولي بيي دي لي بيي دي غولف. واحد اسكو نو اون ا بيزوان دي بيي دي غولف بور اتر ايديكي؟ اون ا با بيزوان سي جون لا، اون ا با بيزوان. حنا لي زالجيريان اون ا نوتر كونسيبسيون، عندنا تربيتنا، عندنا اصلنا، عندنا فصلنا. ما نحتاجوش نروحوا لافغانستان ولا باكستان ولا لي بيي دو غولف ولا دول الخليج باش نجيبوا التربيه ديالنا ونتربيو فيها بالبلاد. نعم حنا مش من الناس هذوكم. والمشايخ نحكي لك دقيقه برك، كلمه واحده برك، المشايخ تاع لي بيي دو غولف، المشايخ انا نشوفوا فيهم هنا في اوروب كومو الفيفا، يدعوا في ربي في مكه في الميكرو واحد، ويا الناس ولازم تديروا كذا والخلف الصالح والسلف الصالح والدين وكذا، في هنا ميدوروا باللامبورغينيا، ميدوروا باللامبورغينيا والكرافاتا. نعم ويجيو يتمسخروا بالناس الاميين في البلاد، يدخلوا لهم في الافكار اللي راح تدمر البلاد ودمرت البلاد وما خلت فيها والو. الجزائري درك ما بقت عنده حتى تربيه، فقد نفسه وفقد كل شيء، كلها بسبب الناس هذم. نقول لك حاجه، نطلب ربي ان البلاد تبقى لاباس، والناس الواعيين والناس العقال يبقوا يخدموا خدمه نظيفه ويربيوا الناس ويوعيوا الناس، لان انا اللي تخلى البلاد وربي يسترها ويسترنا الكل. ان لا تقاس حاجه في البلاد واحد ما يلمها، لا يجيهم المشايخ تاع مكه، لا جماعه تاع افغانستان، لا الاوروبيين لا الامريكان، واحد ما يلمها. اني نقول لك، والناس يقول لك انا تقول علينا تحت فرنسا، اقول له انت ما تعرفش الاستعمار. لو كنت جيت تعرف الاستعمار يجي يهز لك اختك ويرقد معاها قدامك، ثم تعرف وش هي الاستعمار. قول له احمد ربي، احمد ربي، روح سقسي الناس اللي سفرت من الاستعمار، يقولوا لك وش هي الاستعمار. لكن نعم شكرا اخرين ضمك ما ما كان حتى مشكلة اخويا، ما كان حتى مشكلة، ربي يسترنا ويستر البلاد برك. هذا ما نقول لك، ربي يحفظك يا اخ نوردين، وفرصة اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، بالسلامة اخويا، بالسلامة بالسلامة. ربي يبارك فيك، شكرا للاخ ميكا. امين اجمعين ان شاء الله، بالسلامة. شكرا بالسلامة. ربي يبارك فيك. تفضل الاخ، هذا اسمه قدير. شوفوا الأخ هذا صديق الأنصاري، ربما ماكش ما يزيد يفيدنا خونا صديق. السلام الله عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم. السلام عليكم. الأخ صديق مرحبا بك. مرحبا بكم جميعا، حصة مفيدة ومليحة، حصة الله مريقلة. بارك الله فيكم. معكم الأخ الأنصاري صديق من الجنوب، من ولاية أدرار. أدرار أخ صديق، يبدو أنه راه كاين ضعف في الخط نتاع الانترنت. المهم نتمنى لجل باش الأخ صديق يعاود. أخ صديق، المهم
الأخ حميد. أخ حميد ضعف الخط نتاع الإنترنت. نزيدو ترى نشوفو ترى هذا الأخ طارق. الأخ طارق راني أضفتك. المهم نشوفو ترى هذا الأخ اللي مسمي روحه هو أميرطا. للأسف الشديد كاينين الناس اللي ربما أخ وليد تحوس تدير مداخلة ولا؟ الأخ وليد إذا كان تحب تدير، الأخ وليد اللي حدثني البارح نتاع ليون، تحب تدير مداخلة ولا الأخ طارق راني أضفتك، يبدو وأنه عندك مشكلة في الهاتف نتاعك والله. نفس الشيء بالنسبة للأخ حميد، حميد قندوز نفس الشيء. والأخ طارق كيف كيف، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بأوميرتا كيف كيف، راني أضفتك شحال من مرة ويبدو وأنه أضفتك الأخ اللي ترمز السلام عليكم أخ نور الدين. أهلا أم مرتا. وش راك صباح حبيبي؟ والله لاباس الحمد لله، وش راك تايه؟ الحمد لله يا ربي. أخ نور الدين، يعني الموضوع اللي درته موضوع يعني موضوع هام جدا، لأن القضية هذه أصبحت قضية خطيرة جدا، وكاين ثاني نقطة حاب نضيفها يعني الموضوع هذا من فضلك لو سمحت. ما فيش مشكلة، تفضل. كاين موضوع تاع الابتزاز وكاين موضوع تاع انتحال صفة. هناك بعض الأشخاص في المدة الأخرى أصبحت عندهم موضة جديدة وأصبحوا ينتحلون صفة على أساس أنهم ضباط استخباراتيين أو ضباط يعملون للأجهزة الأمنية الجزائرية، وهذا الانتحال الصفة هذه منه يجي الابتزاز. نعم. يبدأوا يجيبوا الناس يبتزوهم بهذه الطريقة باللي راهم ضباط وباللي راهم يعملون لدى أجهزة أمنية للحصول على المعلومات وباش هما يستفادوا استفادة شخصية. هذا في نعم النقطة تاع تاع في ما يخص الابتزاز. الموضوع هذا. أما الموضوع اللي كانوا يحدثوا فيه الإخوة اللي تحدثوا قبلي في الموضوع تاع المدعو أمير ديزات، كما أنا نسميه أميرة أفال، الناس ما على بالهمش باللي هذا الشخص باللي ما كانش واحد قدم خدمة للمفسدين وللسلطة الفاسدة ولبعض الأشخاص اللي راهم في السلطة المفسدين كما هذا أمير ديزات. ما كانش واحد قدم لهم خدمة كما هو، ولا سين بواط بوستال دوكا واحد عنده حسيفة مع أخوه يبعث له يبيبليه هو بصح اسمح بالدراهم. لي، ذكرني بالاسم نتاعك، شايفك هكذا، سمعتك أمير هكذا بن واحد. عيسى عباد ايوه بلوكاوني سينيالوني تحت كونت هذا. اوكي. الاخ انت من المسيلة؟ نعم إيه شوف وعايش الاخ في امير، باريس. الاخ امير، علاش نعم الناس انت في بالك، علاش الناس انت في بالك هما يروحوا لهذه الصفحة، لماذا؟ لانهم كما يقول لك دوكا اي واحد دوكا نقدر نفتح صفحه انا ندير صور غير محتشمه الناس تجي لهذه الصفحه. قضيه تربيه لهنا، الناس تحب تشوف العورات تاع الاخرين ما تحبش تستر. هذا هو المشكل كما كان يقول اخونا اللي في بلجيك تاع التربيه، مشكل تاع التربيه اخ نوردين. فشي هو كيف بدا الصفحه. نعم ما تشوفش باللي ناس تحب البوز هذيك، تحب قال مثلا صفحة قال يشوفوها، ما على باليش أنا 20 ألف ولا 40 ألف ولا 100 ألف، يحبوهما عن طريقه يمروا حوايج، علاش ما يجيش؟ قال مثلا كاين ناس، أنا شوف نعطيك كمثال، نعم كاين ناس، كاين ناس أنا حاوروني، تحاورت معاه ونعطيك حتى أسماء، مثلا عبد الحق العيايدة،
راهو كان رئيس نتاع جماعة مسلحة وعنده معلومات اللي هي ماهيش موجودة حتى عند واحد، هو كان في الميدان. تعيط له نعم قناة فضائية ما يروحش ليها، ما يروحش ليها، ويجي الواحد يشوفوه 4 من الناس. لماذا؟ لأنه هو عارف باللي المعلومات اللي راهو رايح يقولها ما راهيش راح تتحور، المعلومات اللي راهو رايح ينشرها راها تروح في الاتجاه نتاعها الصحيح، لأنه عارف باللي شخص ما راهوش رايح يبزنس بالقضية، راهو رايح ينقل معلومات للشعب الجزائري. وبينما تعيط له صحف ولا قنوات فضائية ما يروحش ليها، لأنه ماهوش يحوس يدير البوز، ماهوش يحوس يدير يعرفوه الناس، لأنه عارف التكواب الأزمة الجزائرية، تكواب المأساة، راحة الأسرة نتاعو إلى غير ذلك. شايف باللي راهو شخص قال مثلا، راهو من خلال الكلام تاعه، من خلال اللي يسقسي، قال لي راهو يعرف ناس، قال سقسي لي على الشخص هذا، يا هل ترى ولد عائله، يا هل ترى كذا، باش هو يجي ليك. ولكن نعم كاين ناس، كاين ناس اللي هو عارف باللي لما يروح القناه رسميه ما تمررلوش هذيك الاشياء، يروح هو يمررها عن طريق بيتك، فهمت؟ قال له نعم روح أعطيله كذا ولا كذا، يلا مرر مرر الأشياء هذه. أنا وانا راني دائما نعرف. تفضل تفضل. نعم يعني معظم القنوات، يعني باش نكونوا صريحين، ديجا الاعلام في الجزائر المستوى تاعو منحط للغايه، نكونوا يعني صادقين، ومعظم القنوات الاعلاميه تعمل سواء لمصالحها الشخصيه او للاشخاص التي تقف من ورائها. وكما تعطيت المثل على عبد الحق العيايده، ما يقدرش يروح القناه وين كاين فيها القص، وين كاين فيها يعبروا على الفكره اللي راهم حابين يوصلوها هما. نعم وبالمناسبة أنا المعلومات اللي قالها عبد الحق العيايدة، أنا تفرجت هذيك الفيديو نتاعك المصالحة، الحوار تاعك الذي دام حوالي 3 ساعات معاه، استفدت نعم بعض معلومات جد قيمة قالها عندك وما قالها في حتى بلاصة، هذه شهادة نشهدها لك. نعم بصح أنت الله يبارك، كما أنت أستاذ نور الدين، والله واحد آخر عنده مستوى ما شاء الله، ما نقدروش نكومباريوه بواحد حاشاك مستوى منحط مثل أمير ديزاد هذاك. هذاك امير تكشف عورات تاع الناس، مش يقدم في اضافه، بالعكس راه يخدم المفسدين، يخدم مفسدين الشعب. ما يتسالش لماذا شخص حراق ويلبس مليح، لا مانيش حاسده والله، يلبس مليح ويدور في شونزيليزي كانه ماهوش خايف. خاوتنا الحراقه والله ما يتحركوا في النهار مساكن، راك في فرنسا وراك تعرف هذا الشيء خير مني بالك نور الدين، راك فاهم، ما على بالهمش الناس نعم باللي هذا الانسان راهم يخدموا به، ونهار تخلص المهمه نتاعو رايحين يجيبوه. نعم والشعب نتاعنا مسكين، الشعب نتاعنا شغل اعطيه حاجه برك، اعطيه ذوك الشعب عاد عنده موضه، اي واحد يقول باللي انا ضد نظام يتبعوه نعم بدون نظر على هذا وش لا يكون ولا هذا وش يكون. شوف، نقول لك الأخ أمير، أنت راك فتحت واسمه واحد النقطة، نحاولوا على جال باش نثريوها مع بعض. شوف، هو نقول لك، شوف المسألة وين راها. هو أنه كيف ما كنت أنت تتحدث على قضية نتاع الإعلام، هما كاينين الناس اللي هما درك ما عندهمش مصداقية، فهمت؟ درك مثلا الواحد كيما أنيس رحماني، أنيس رحماني درك هو في مرحلة من المراحل كان يشتغل مع الجهاز تاع المخابرات، بالتالي درك هو لما يثير قضية يثيرها، دوك الخصوم نتاعو راهم رايحين يتحركوا، فهمتني؟ ولا هو بروحه تسمى كاينه امور، حتى اذا كان راها صح، كاينه اشياء انا سمعتها يقول فيها انيس الرحماني اشياء حقيقة، ولكن الناس ما تقبلهاش. خطر علاه؟ الناس ما راهيش تتبع تحوس على الحقيقة. لو كان دوك مثلا انا راني نتبع حقيقه، سمعت انا قال مثلا مداخله، انا عندي عقل نفكر به، نعرف شوشان مثلا، سمعت الكلام نتاعو، سمعت قال مثلا هذاك مبروك بالله، سمعت الكلام نتاعو وانا عندي معلومات قالها، وقال مثلا مبروك بالله قال كلمه حقيقه، نقول قال كلمه نتاع حقيقه، قالها وقال شوشان قال كلمه نتاع حقيقه، نقول قال كلمه نتاع حقيقه. في الموضوع هذا قالها هو قال أمير ديزاد قال كلمة نتاع حقيقة، نقول قال كلمة نتاع حقيقة. قال أنيس رحماني كلمة نتاع حقيقة، نقول قال كلمة نتاع حقيقة. أنا نتبع في الحق، وين ما راح الحق نمشي معاه،
ماشي نمشي مع امير ديزاد هو راهو مديك للواد ونتبع فيه نو، والله نمشي مع انيس رحماني هو مديك للواد ونتبع فيه نو، نمشي نتبع الحقيقه. قال هاو، قال كلمه نتاع كاين قضيه نتاع ابتزاز موجود، انا كانوا اشخاص كانوا معاه، هاني نقولها على المباشر، وربما راه منهم اللي راهو يتبع فيه، كانوا معاه يجيو يقولوا لي باللي راهو ابتز ناس، كانوا معاه قبل ما تثيرها قناة نتاع النهار، جو ناس. ولكن في المقابل هذا راهو أنيس رحماني، أنيس رحماني ماهوش الهدف نتاعو هذا أمير ديزاد، أنيس رحماني راهو يصفي في حسابات مع ضباط في المخابرات، والقضية هذه راك تشوف انت من خلال الشهاده هذيك نتاع عادل واسمو عدلان ملاح هذاك، والله عادل ملاح، وين نعم يقول باللي راهم قالوا الوزير السابق اشهد ضد بشير طرطاق، معناتها وش هو؟ معناتها باللي هاي القضيه حبت تنحي انت بشير طرطاق، علاش انت راك انت تمهد في الارضيه وتخلق انت فلوس؟ ما قال يلا استقاء اقاله نتاع بشير طرطاق ومكلف بمهمه اخرى، وما بشير طرطاق راحوا جابوه استغلوه ضد الجنرال توفيق والجماعة نتاعو، ومن بعد دركا خافوا باللي بشير طرطاق قادر هو يتفق مع القايد صالح وقادر يتفق مع مجموعة من الأحزاب، وقال يوقفوا هذه العهدة الخامسة، فهمت؟ هما على بالهم باللي بوتفليقة انتهى، دونك هما واش يديروا؟ لازم يضغطوا على الجماعة هذو، جماعة راهم ضد القايد صالح يمشيوا مع طرطاق ويمشيوا معاه واسمه ضد القايد صالح، وجماعة راهم مع القايد صالح ضد بشير طرطاق، وهما جماعة ذوك اللي راهم في الرئاسة يضغطوا على ذاك وعلى ذاك على جنب باش يمروا المسألة نتاعهم. هاك تشوف ها هو بالخادم، وهذه راه داخلة في القضية نتاع الابتزاز، راه محاكمين ملفات على بعضها، ها هو بالخادم هاك تشوف فيه واش هضروا عليه، ها هو هذا راهو نتاع حزب فرنسا في الافلان وها وكذا، ومن بعد عاودوا رجعوا يسلموا له على راسه، هاك تشوف فيها يعني الناس تشوف. هذو يعني اخ نور الدين اسمح لي نقاطعك، يعني هذو من الناس ما تقدرش تدير فيهم ثقه وما تقدرش يعني تخليهم يمثلوك خطره اخرى، الناس منافقين يتبدلوا كتاتا ما عندهمش موقف. نعم بالخادم عبد العزيز بالخادم هضروا فيه لما يعني واش داروا فيه، تبوه قلبوه ما يسواش، يعني انا دوكا ما نعرفوش شخصيا، ودوكا هاك تشوف كيفاش تقبلوه. وهذا انيس رحماني والله، اي انيس رحماني والله كما قلت، انيس رحماني لازم نعترفوا له حاجه، جبد ملفات نهضر لك انا على الحوايج تاع المجتمع، القضايا كيما ذيك الحصه نتاعو من وراء الجدران، حوايج صح يصراو في المجتمع، كان لازم صحيح على واحد فينا يهدرهم، كيما الزنا صحيح المحارم كيما ذو الحوايج صح راهم كاينين في المجتمع، ماهوش قال مش قال يجيب من راس، لازم واحد يفتح هذا الموضوع باش يتعالج، ماشي قال صح بار اكزومبل خبوا حاجه حتى تطرطق. صح كاين حوايج دارهم ملاح وكاين حوايج ماهمش ملاح، كيما البلاطوات يعني تاعهم يعني كيعودوا يحكيوا على السياسه ما تلقاهمش يتناقشوا على برامج، يتناقشوا على تصريحات، وهذا امر خطير، وهذا امر ماهوش مليح. ما كانش يعني واحد حزب جاب حزب وتقابلوا وجبدوا برنامج، وهذا كيقول له برنامج تاعك ماهوش مليح لان كذا وكذا وكذا، وهذا كيقول له برنامج تاعك ماهوش مليح، لا ما كانش نقاش في هذا المستوى، معظم النقاشات هاو قال ولد عباس الجزائر خير من السويد، واش رايك؟ هاو قال فلان او قال فلان، لا لازم نطلعوا المستوى. يعني انايا يعني اسمع يعني انايا لا جينيراسيون تاع الواحد اللي كانوا كبار يعني في التسعينات الثمانينات، والله غرت منهم كي رجعت اللور وبديت نشوف واش كانت الديمقراطيه اللي كانت كاينه في التلفزه، مالغري كانت غير انشان واحده قبل كما فتحوا تعدديه قبل وقف المسار الانتخابي، ونشوف عبد الحميد مهري فيتناقش مع عباس المدني، ونشوف الناس يعني المستوى كان ما شاء الله كان قمه، كانت روعه. ودركا صح عندنا واحد المستوى يجيبوا لك واحد الناس يعني ما عندهمش حتى ما عندهمش حتى اوكان نيفو يحكوا في امور تاع الدوله، يحكيوا على مستقبل تاع الدوله مثل الجزائر اللي موقع تاعها صح استراتيجي للناس قاعد تحوز دولتنا نحبوا ولا نكرهوا مستهدفه، ما صح عندناش الحبيب عندنا غير الاعداء. صح يعني تجيب لي واحد انت يا مكان والو دير له بيب وتقلبوا حاجه ومن بعد تبدا نو، ماهيش هكذا الجزائر، الجزائر عمرها ما كانت هكذا، والجزائر لازم الشعب الجزائري لازم كيما يقول لك يتوعى. كاين واحد الدكتور هذيك خطره هضر هضره مليحه عجبتني في نسيت اسمه التلفزه الوطنيه، كي قال باللي رانا نبنيو في عقليات مبنيه على الماضي وهذا امر خطير، كيما قال باللي العقليه تاع الشافعي ما تتناسبش دركا، وعنده الحق. صحيح صحيح صحيح،
رغم لهذا نقول انا واش نقول للشعب الجزائري، الشعب الجزائري لازم يفهم باللي هذم الناس، هذم الناس راهم كاع عندهم راهم يخدموا بهم، كما هذا المدعو امير هذا ديزاد اللي شوف يعني في عشيه وضحاها دلوا له لا بيبليسيتي هو من بكري يعني، وهذا انيس رحمن يعني نقولها والناس على بالها، جميع المعلومات هزها من عندنا، وامير ديزاد نعرفوه احسن معرفه، وهذوك الناس نعرفوهم اكل مليح مليح، ونعرفوا الطرق نتاعهم والابتزاز نتاعهم وطريقه عملهم ومنين تجيبهم ومنين يجيهم، ونعرفوا حتى ذوك بعض الناس اللي راهم في بريطانيا مثلا والله هكذا يدعوا على انهم مخابرات، هما لا شيء ما عندهم حتى علاقه بالهيئات الامنيه، يخلعوا في الشعب يديروا هذه لا بيبليسيتي باش الناس اللي تقدم لهم معلومات، وكاين الناس والشعب الجزائري يحب المؤسسات الامنيه فاهمني، صح لازم على 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 الجزائر لازم تتحرك ضد هذوم الناس ولازم تتابعهم قضائيا خاطرش راهم يسوءوا. شوف الاخ امير باش نكون واضح، شوف اذا كان راك تقصد في هذا وش اسمه هذا بن سديره والله اسمه كريم مولاي ولا ما ادري، شوف هذو اشتغلوا بهم، هذو كيف ما كيشوف كيف ما الان راهم ناس يستخدموا في هذا امير ديزاد وما استخدموه، فهمت، استخدموه في وقت من الاوقات في المرحله نتاع الفيس، وكاين ناس بزاف راحوا كاين الناس اللي قتلوهم، كاين الناس اللي اعتقلوهم، كاين الناس اللي دمروا لهم المستقبل نتاعهم، كاين الناس اللي بنوا مستقبل على ظهور الاخرين. دركا كاين الناس اللي راها في هذا الاطار هذا دوك اللي راه موجود، كاين بعض من الناس اللي مش فاهمين واش راهو جاري، هو راهو صراع من اجل السلطه، كاينين الناس رافضين هذه المساله نتاع التمديد، قال يا خويا اوكي خدمت جيت بارك الله فيك الان راك مريض بسلامه بالعافيه، الجزائر هذه ماهيش ملك نتاع باباك بسلامه بالعافيه، خلي طريق للجينيراسيون واحده اخرى. كاين ناس يشوفوا شوفه واحده اخرى يقول لك باللي يا خويا صح هو راه مريض وصح ما راهوش قادر يمد والو، ولكن احنا من اجل الاستقرار نتاع البلاد نخليوه في المكان تاعو ورانا نشوفوا في امور واحده اخرى. دركا كاينين ناس يتمسوا درك هاك تشوف لما تكون انت اون بوست، انا نعرف ضباط في الجيش ضباط سامين، نعرف ناس يعني كانوا في مسؤوليات، لما تكون انت في المسؤوليه راك اون بوست راهم يجيو الناس يسلموا عليك كل يوم يطبطبوا عليك في الباب الهدايا كذا منا خروف العيد منا اون فوا يشوفوك باللي انت خرجت من السلطه بسلامه بالعافيه ما يعرفوكش، قال درك عندك قناه فضائيه يجيو ليك درك ها هو قال هذا 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 نفسه هذا واسمه هذا امير ديزاد راه عنده باجا فيها مليون ولا زوج ملايين، يجي ليك هو مش حب فيك، هو راه يحب يستغل لاباج نتاعك على جال باش هو يمرر الرسائل باش هو يصفي حساباته مع واسمه، ولكن غدوه لو كان تروح لاباج تاعك ما يشوفك ما يحوس عليك، دونك ما راهوش حب فيك. دونك الجماعه اللي راهم درك هما في هذه المساله هذه نتاع الابتزاز راهم حاكمين ملفات على بعضهم، هذو راهم الجهاز تاع المخابرات عنده فيديوهات عنده صور يعرف فيشي نتاع الناس، قال واشي اسم قال شكون هذا يجبد لك باباه مو جده خالته عمته عنده فيشي عليه، عندهم هما ناس على مستوى 48 ولايه في الخارج في القنصليات كذا يخدموا، وراهم هما في صراع من اجل السلطه، دوك هما شكون اللي راهو رايح فيه فيما بعد اللي راهو رايح يفوز بالسلطه اللي راهو عنده القوه، راه فيها درك جهات دوليه راه فيها جهات دوليه داخله فيها فرنسا. اسمح لي برك عند الموضوع اللي قلته يعني موضوع مهم جدا، ان المشكل ان تاع العهده الخامسه المشكل هو يبقى توجور في شعبنا فينا هنايا، على الشعب الجزائري مازال ما فهمش كاسكو سافو دي لا سيتوايانتي المواطنه الشعب نتاعنا، هذه وحده وديفو ثاني في المعارضه، يعني هذو من الناس اللي داروا يفتحوا فامهم وداروا يهضروا ويعارضوا يعني يا عجبه ما يقدروش يتقدم واحد يترشح واحد يعود عنده تاريخ مليح يعود عنده مستوى يترشح والشعب يعني يروح ينتخب، كون يعود شعب يعني كاع ينتخب تولي الناس كاع تنتخب، ماشي شرط تنتخب على اكس ولا على ايكراك روح حطها بيضاء، بصح انت ما تخليهمش يفوطيو في بلاستيك في مكانك، صح. لازم تكون عندنا المفهوم كاسكو سافو دي لازم تكون عندنا المواطنه واش معناتها، لازم كاينه الوطنيه وكاينه المواطنه،
لازم نفهموا واش معناتها المواطنه لا سيتوايانتي. هنايا بار اكزومبل كي تشوف الدول المتقدمه فاتونا ترشي الشعب نتاعهم يعرف كاسكو يعرف حقوقه ويعرف الواجبات ويعرف واش معناتها المواطنه ويعرف باللي وقت الفوت لازم يروح عليه فوطي، ماشي الشرط يفوطي على قدور ولا على عيسى ولا على يلو كان يحطها بيضاء. هذا امر مهم وهذا امر لازم الشعب نتاعنا لازم ينتخب، والمعارضه هنا اللي تتحمل مسؤوليه امام الله وامام العباد، لانهم الناس يعرفوا غير يهضروا في الميدان ما داروا والو، ما قدروش يتفاهموا على جال واحد يكون شخص. كاين ناس، كاين رجاله في الجزائر، كاين واحد كيما بن بيتور الله يبارك، كاين الناس تقدر تترشح، ما كانش غير بوتفليقه في البلاد، ما كانش غير ما كانش غير بوتفليقه. يعني الحق لازم نقولوه، يعني انا الحاجه اللي راني نلوم عليها النخبه تاعنا النخبه الجزائريه نقول لهم حرام عليكم واش راكم ديروا، وانتم راح تتحاسبوا وربي يغفر لي، راكم راح تتحاسبوا قبلهم قبل السلطه اللي راها في البلاد. على خاطرش انتم خليتوا المكان، خليتوا التيرا فيد ليهم. انت درك كيما يقول لك واحد سبع يلقى فريسه ياكلها، سي لوجيك. اصبرني اصبرني شوف تفضل خويا. شوف كاينه واحد النقطه مهمه جدا وهذه هي اللي راه مأثره على الناس. هذه النقطه شوف نقول لك هذه لازم لها مختصين، لازم لها مختصين في العلوم النفسيه هما اللي ناقشوا هذه النقطه هذه بالذات. خطر عليه درك شوف تلمو الناس، كاين فساد في النظام، كاين حقره، كاين جهويه، كاين رشوه، كاين 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 كاين. دوك هذيك الاشياء هذيك التراكمات واش خلقت؟ خلقت حاجه يسموها في العلوم النفسيه يسموها نمطيه، ستيريوتيب. هذه ولات شغل حاجه اليه. مثلا درك مثلا هنا في فرنسا كي تسرى مثلا سرقه، شكون اللي سرق؟ شكون اللي سرق؟ بدون ما الناس راها تحوس، بدون ما الناس تسقسي، بدون ما الناس تدير تحقيق، شكون؟ كي دوك قال مثلا كاميكاز، قال واحد راه كي جاي يفجر روحه قال الله اكبر، شكون هو؟ هاو باين، باين باللي راهو المسلم، باين. لماذا؟ لانه هذيك النمطيه هي اللي راه خالقه هذيك المشاكل. بمعنى انك انت راك في النظام فاسد، فهمت؟ ما تسقسي الناس، ما تحوس. دوك انت كي تقول لواحد باللي راهو جنرال، راهو خدام، خدام حزام، خدام وعنده دارو كيما الناس، ما تدخلش في راسه، ما على بالوش باللي راهم كاينين ناس راهم رجال، كاين ناس راهم شرفاء، كاين ناس راهم منظاف، ما تدخلوش في راسه. علاه؟ لانه هذيك النمطيه، النمطيه مشات في كل شيء، مشات في كل شيء، وصارت الناس هي لا تؤمن، صارت الناس تمشي هكذاك بهذا الاستيريوتيب هذه، ولات الناس تمشي بها. قول ولا اسمح لي، يعني ولا اي جنرال بالنسبه لهم، يعني اي جنرال بالنسبه لهم هو فاسد، اي وزير بالنسبه لهم هو فاسد. هذه صح، هذه كاينه، وهذا مشكل ثاني خطير. وهذا وهذا اللي كيما بار اكزومبل، نعطيك مثال بار اكزومبل، فرنسا منذ الاستقلال تاع الجزائر وهي تشكك في الشعب، تشكك للشعب الجزائري انه استقلالهم غير كامل، هذا مثال. والدول هذه الليبرالية والرأس المالية المعادية للجزائر الهدف نتاعها أنها تشكك للشعب الجزائري باللي السلطة نتاعه قاع فاسدة، والسلطة هذه قاع يعني راها كالمستعمر ويجب القضاء عليها من أجل تخريب البلاد. دوكا أخ نوردين، أنا الناس هذه وش نقول لهم؟ نقول لهم سبحان الله، أنت عندك فيلا بار إكزومبل، عندك فيلا بنيتها، تعبت وعركت عليها وبنيتها، وبعدها تكسر الكارو، راه ماهوش من راه ماهوش من المنطق انك على جال الكارو تكسر تروح تريب الفيلا تجيبها الارض، تروح تعاود الكارو بالسلامه بالعافيه لا فاهم. انا واش انا حابين هنا، رانا حابين تغيير، ما نكذب، انا واحد من الناس، من الناس اللي حابه التغيير وحابه الشباب. دي فوا تشوف شباب يطيح لك المورال، يطيح لك المورال، ما تقدرش تثق فيه، ما تقدرش تثق فيه. ماشي راني نهضر لك على الهيئه نتاعو، نهضر لك يعني على التفكير نتاعو، يعني انسان اللي تقدر يتمانيبولا. شوف غير الزياره تاع بن سلمان، يعني تقول لك، يعني شوف زياره تاع بن سلمان، معظم الناس اللي نشطاء في الفيسبوك ناس يقول لك نحن ضد زياره بن سلمان، نحن ضد زياره بن سلمان، وهذه ضد يعني الدبلوماسيه الجزائريه. عمرها ما كانت هكذا، الجزائريين يستقبلوا اي كان ويحكوا مع اي كان، هذه من بكري معروفه. صافي دير هنايا واش لازم لنا؟ لازم الشباب الجزائري لازم يشغل كما يقول لك نحزموا على سراولنا
ولازم نديروا تغيير في التغيير السلمي، ماشي التغيير بالناتو، ماشي التغيير بالتخريب البلاد. لا 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 لا، شوف نقول لك المساله نتاع التغيير هذه مع الاسف الشديد كاينين الناس حتى ما مش فاهمينها. يراه هو يهضر على التغيير، راهو حزب سياسي وراهو يسمي روحه معارض، ولكن مش فاهم القضيه نتاع التغيير. تغيير راهو تغيير في التغيير في الاسلوب، تغيير في المنهج، تغيير في السياسه، تغيير في العقليه، تغيير في المفاهيم. راه عنده عده تعريفات. التغيير هذا مش انت تروح تجيب شخص، روح جيب شخص انت قالها وبوتفليقه، روح جيب درك شخص في عمره 45 سنه، 35 سنة، 25 سنة، باهي بوغوس لبس كوستيما مانيش عارف انا كذا، حطوه في بلاصه بوتفليقه ويلعب سبور، هو اللي الناف نتاع اسمه ليكيب ناسيونال ويماركي البيوت وكذا، وراه عنده دكتوراه في علم ما على باليش انا علم الغبار، ومن بعد ما يغير والو. لماذا؟ لانه هذه العقليات اللي كنت نحكي لك انا عقليات موجوده في الشعب. يا هو الأسرة مطربقة، أسرة ذلك راه من الناس متقاتلين على الورق في الأسرة، يعني ترى النظام هو قال لهم في الأسرة مطربقة ما يهدرش مع أخوه. لماذا؟ لأنه راهو عنده باباه في فرنسا راهو يعطي له دراهم ما يهدرش معاه. هذه كاين حتى في القضية هذه، كاين حتى اللي يتمنى الباباه الموت باش يورثه بعيد شر. إيه كاين منها كاين عائلات، شوف عائلات يموت واحد قال الأب ولا الأم ولا في العشية هذيك تطربق الدار، العشية هذيك تتفلك. نعم. عقليات انت ذوك لما تروح انت تجيب رئيس تجيب وش تكون يا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وراهم كانوا مع المنافقين، فهمت؟ نعم. انت ذوك باش تغير قضية انت تغيير أشخاص، تغير شخص ما هاك تشوف أنا البارح برك وأنا نشوف في فيديو نتاع ناس في تونس ولاو يتمناو عودة بن علي، شفتها البارح برك فيديو. لماذا؟ الناس مش حاوسة على التغيير، تحاوس على التغيير ولكن التغيير للأحسن، مش أنت تعاود ترجعني 700,000 سنة للوراء. هاي تشوف أنت لك أفغانستان، روح شوفها في 78 كيفاش كانت قبل ما تصرى لهذا الجير هذه وسمو، وروح شوف هذر ترقم طربقة رجعوها للعصر البدائي ولات الناس تمشي على الدواب. سي لو برومي بروديكتور دو لا دروغ دو شيت. انت كي دوك نحكيو على التغيير هذا، لما انت تروح تغير شخص ما غيرت والو، تروح تجيب انت حكومه لا. ما غيرت والو. التغيير هذا راه لازم يشمل 48 ساعه 48 واسمه ولايه. التغيير لازم يشمل الأسرة، يشمل المدرسة، يشمل القوانين، يشمل المفاهيم، يشمل السلوكات الفردية والجماعية. والتغيير هذا لا يأتي بين عشية وضحاها، لازم المدرسة تخدم، ولازم الرياضة تخدم، لازم الجمعيات تخدم، لازم الإعلام يخدم، لازم الأحزاب تخدم، ويكون فيه تعاون، مؤتمرات فكرية، ملتقيات، ولازم تكون ايضا يعني اشياء اللي تخلي هي المواطن يفيق. تا دوك يرحم باباك، ها هي مثلا التغيير يبدا في المدرسه جميل. استاذ انا قلت لك التغيير يبدا من المدرسه، من مرحله تاع التكوين، من داخل الاسره ومن المدرسه، ثم يبداو يعني فورميو، يعني لازم من ثم يبداو يكونوا جيل صاعد على العقلية يعني اللي تليق بالجزائر، مشي على العقلية. مشي ديجا بار اكزومبل يا أستاذ في الأسرة هذه، الأم كانت شفتها أنا بار اكزومبل، الأم يجيها زوج خاوة عندها زوج أولاد، تجي تمد الآخر تمد الواحد حاجة وتقول له ما تقولش لخوك. أنا راح تربي في وليده على أنه يكون غير عادل. التغيير يبدأ من داخل الأسرة، ان الام تخبي على ابنها باسكو ابنها سرق. صحيح. انا راه تخرج في واحد سراق، تفهمني يا استاذ؟ صحيح. وكاين حاجه واحده اخرى على الجاليه نتاعنا برك، الناس اللي راه تقول لك يهضروا علينا زعما انا اللي في الخارج، لازم يعلموا الناس باللي لازم ينكروا دور الجاليه نتاعنا وقت الثوره ولا كوتيزاسيون اللي كانوا يبعثوها منا للثوره درام.
لازم ما ينكروش الدور الجاليه نتاعنا في تاميم المحروقات، لازم ما ينكروش الدور الجاليه نتاعنا في العشريه الدمويه، لازم ما ينكروش هذا الخير برك، هذا ما كان اللي حاب نقولها لهم. ليسونسيال خويا نور الدين نخليك ربي انا نروح موضوع. شكرا شكرا، وموضوع يعني ما شاء الله ربي يبارك فيك. شكرا الاخ امير، نشوفك كاش واحد من الاخوه يعاود. شكرا، الى الفرصه القادمه ان شاء الله. شكرا شكرا الاخ امير. المهم اذا كان فيه اخوه كذا يحبوا يشاركوا مرحبا بك الاخ. شوفوا ترى هذا الاخ ميلود، راني اضفتك الاخ. المهم يبدو انه عندك مشكله الاخ ميلود، ميلود مخلوف، يبدو انه عندك مشكله في واسمه ما يمشيش نضيفك، ولكن يبدو هو انه شوف لي بارامتر نتاع الهاتف نتاعك الاخ مولود، اخ ميلود اللي ترمز الاسم نتاعك ميلود مخلوف. المهم اذا كان فيه واحد من الاخوه يحب يشارك مرحبا بكم، نزيدو نتكلموا شويه في الموضوع ونخليو الاخوه يريحوا. الاخوه اللي تحبوا تشاركوا معنا في هذا الموضوع نتاع الابتزاز. المهم الاخوه والاخوات يعني بين ربما ما جاوا اخوه كذا يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش، هذا الموضوع نتاع الابتزاز. موضوع نتاع الابتزاز هذا كاينين الناس اللي هما يستعملوه كوسيله من اجل تحقيق هدف معين، قادر يكون هذاك الهدف قادر يكون مادي، قادر يكون معنوي، وقادر يكون يتعلق بالسلطة. هو الشيء اللي راهو درك، الشيء اللي راهو موجود كاين فيه خلوطة. كاين الناس اللي هما يستعملوا في الابتزاز هذاك بالمفرد نتاعهم. ندخلوا ترانا معنا الأخ هذا عبد ال علا بكرفة ولا مش عارف. المهم علا نحاولوا ترى ندخلوك، يبدو هو انه نفس الشيء، نفس المشكلة عندك، نفس المشكلة الأخ الكريم. المهم الإخوة اللي يحب يشارك في البث هذا المباشر لازم يكون عنده هاتف نقال، مشي بالكمبيوتر، لازم يكون بالهاتف النقال، وتكون عنده لابليكاسيون نتاع الفيسبوك في الحساب نتاعو في الهاتف نتاعو، تكون عنده لابليكاسيون. شوفوا ترى هذا واحد يطلب الإضافة نضيفه، الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك ميلود راني دخلتك شحال من مرة ويكتب لي ريفيزي من عندك، ربما عندك إشكال في الباراميتراج تاعك. والأخ اللي دخلت الآن نفس الشيء، هذاك اللي ترمز للاسم نتاعك بعلى بالكرفة نفس الشيء، نحاول زيد ترى نزيد نعاود نفس الشيء الأخ علاء على بالكرفة نفس الشيء الأخ على، يبدو هو أنه راهو عندك مشكلة في الباراميتراج تاعك. المهم الإخوة إذا كنت تحبوا تديروا مداخلات نزيدوا نثريوا النقاش هذا فيما يتعلق بالموضوع هذا نتاع الابتزاز. هو كما قلت انا الابتزاز هذا كاين الناس اللي هما اللي يستعملوه كاشخاص، قال مثلا واحد ضد واحدة، ولكن كاين الناس اللي راهم يستعملوا فيه كجهاز. الجهاز اللي هو يمتلك الملفات نتاع الابتزاز هو الجهاز تاع المخابرات، يكذب عليكم كذب جهاز تاع المخابرات. دوك كاين الناس اللي هما نحاوهم في هذا الموجه هذه نتاع توفيق، بالتالي كاين الناس اللي راهم دركم يسربوا في ملفات من اجل تصفيه حسابات مع اشخاص. قال واحد ولد جنرال نحاو باباه داروا جنرال واحد اخر، هو راهو قال لي روح جبد الملف نتاع ابنه ولا بنته، تصفيه نتاع حسابات والامر متعلق بالسلطه. كاين الناس اللي هما دركم كبروا في السلطه. الأخ علاء ربي يبارك فيك الأخ علاء، المهم تحب تجي تشارك ما فيش مشكلة.
اخ مختار اخويا ربي يبارك فيك، ما فيش مشكله الاخ مختار، اذا كنت تحب تجي تشارك مرحبا بك، فهمت؟ مرحبا بك الاخ مختار وبكل الناس اللي خالفونا ولا اسمه، مرحبا بكم اللي حب يجي يشارك يتفضل، اهلا وسهلا به. راني حاولت قد شحال من مره ندخلك الاخ علاء بالكرفة والاخ ميلود شحال من مره، وهو انه نحاول ندخلك ولكن يقول لي باللي واسمه باللي كاين مشكل في الاخر تاعك، ممكن بالك راه عندك الباراميتراج تاعك، حاولوا انك تشغل هذاك البوطون هذاك نتاع المشاركه، ومرحبا بك ما كان حتى مشكله. عيسى قاعد غير تبع انت عبد القادر، او باعكم الفيسبوك. وعليكم السلام الاخ محمد، ربي يبارك فيك الاخ مختار. المهم الاخ امين كي تحب تدير مداخله مرحبا بك امين بكيس. اذا كنت تعرف، وعليكم السلام ورحمه الله، الاخ امين تحب تدير مداخله مرحبا بك، ولا كنت تعرف اسم الاخ هذاك اللي البارحه ودار تسجيل تكلم عليا هكذا قال بلي مصطفى بن طلع. وعليكم السلام ورحمة الله الأخ مصطفى. قلت لك الأخ أمين كاين واحد الأخ هكذا تكلم عليا البارح دار تسجيل وقال باللي حقه معاه، واعتقد هو أنه دخلوه للسجن لمدة 3 أشهر، ومن بعد قال هضروا عليا باللي في قضية نتاع وثيقة ولا ما على باليش. إذا كان الأخ هذا راهو يسمع فينا ماذا بيا على جال باش يشارك معنا. مرحبا بك الاخ ابو بكر، ما كان حتى مشكله الاخ مختار. شوف نقول لك هذه المساله هذه نتاع المعارضه من الداخل ومن الخارج، هذه شوف نقول لك هذه نهار كانت التلفازه وحده، دوكا خلاص دوكا رانا في عالم مفتوح، رانا في الانترنت، يعني انت لما تنتشر انت معلومه وانت في الداخل تنشر معلومه في الانترنت، يقراها اللي راهو في الامريكان، ما بقاتش هذه نتاع في الداخل وفي الخارج. دوك قضيه نتاع ميدان بطبيعه الحال الناس اللي راهم في الداخل درك مثلا راهم كاينه اشياء يقوموا بها، ولكن في قضيه هذه نتاع الاعلام تكون في الداخل ولا في الخارج، بالعكس لما تكون انت في الخارج تكون عندك حريه اكثر وتتكلم باستقلاليه اكثر، لما تكون في الداخل تكون عندك ضغوطات وما تقدرش انت تأدي الرسالة نتاعك ربما كما ينبغي، هاك تشوف فيهم كيفاش راهم يهزوا فيهم، هاك تشوف فيهم. فالمسألة هذه نتاع قضية نتاع الداخل والخارج هذه خلاص، بالإضافة إلى أنه الثورة الصراع اللي دار فيها في المؤتمر هذاك تاع الصمام، هذه القضية نتاع الأولوية نتاع الداخل والخارج. شوف الثورة أفكار نتاعها انطلقت من فرنسا، حبيت ولا كرهت ثورة، بس صالي الحاجة وين كان والجماعة الأخرين وين كانوا، عربي بن مهيدي بوضياف وين كانوا، كانوا في فرنسا. فهذه المسألة هذه نتاع الخارج ونتاع الداخل هذه مسألة غير الإنسان اللي الله غالب المستوى نتاعو محدود الله غالب. وعليكم السلام الأخ إبراهيم، اخ حمزه راك ضد العهد الخامسه حتى انا ثاني راني معاك، اصبر تشوف ندخلو ترى الاخ هذا سليم بالك لعل الله تمشي عنده.
اخ سليم راني اضفتك مرات، لا كونيكسيون ضعيفه شويه في البلاد، تاخذ شويه وقت. وعليكم السلام الاخ صلاح الدين. اخ ابو بكر مرحبا بك، اطلب الاضافه، اطلب الاضافه الاخ ابو بكر وندخلك، ومرحبا بك ادلي بالمداخله نتاعك. هذه من بكري الاخ عبد الحق اللي قلت لي حوسوا يخرجوا الشعب للبرة للشارع، ايه صحيح صحيح، كاين منها للاسف الشديد. راني دخلتك الاخ سليم، دخلتك ومع الاسف الشديد الاخ اللي طلبت الاضافه ابو بكر، اطلب اطلب الاضافه، وكاين عندك واحد البوطون ثم نتاع الكاميرا، اطلب وين تكتب تعليق راهو يبان لك ثم البوطون فيه شغل الطلب نتاعك نضيفك، تسمى نفتح لك المجال على جال باش تدخل. الاخ سليم راني اضفتك وللاسف الشديد ما قدرتش تدخل. اصبر شوف ترى سمير ولا شكون؟ ربي يكون معك، ما تقلقش الأخ أمين، عادي نورمال. هذاك هو الشخص بالذات اللي مرة على مرة بعث لي عليه وكلمتني عليه، والله أخ أمين الشخص هذاك بالذات، هذاك هو اللي دخلوه للسجن تاع البليده مول الطابله هذاك. المهم نزيد نعاود المره الاخيره الاخ سليم، سليم كريبة عاود نزيد ندخلك، راني اضفتك وان شاء الله يمشي الخط نتاعك هذه المره. وعليكم السلام الاخ فؤاد. اخ سليم راني ننتظر فيك، ربما كاين مشكل في الخط تاعك. صحيح الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بعبدل، صحيح الكلام نتاعك صحيح. أهي خلاص ما راني عرفت وي. المهم أنا هذه نتاع الكلام اللي قالوا فيما يتعلق بذكر الاسم نتاعي في التحقيق هذا لا يزعجني، فهمت؟ لا يزعجني ولا يغير في القناعات نتاع اي شيء فيما يتعلق بالشيء اللي هما راهم في الشرطه. انا مانيش من النوع هذاك اللي يهول، فهمت؟ مانيش من النوع هذاك اللي يهول هذاك، انا انسان منطقي وانسان موضوعي وانسان نتبع الحق. شرطه تخدم في الفيسبوك حابين يعرفوا المصدر تاعها منين، دوك راهم كاين صفحات راهم تحت المجهر، من بينهم الصفحة نتاع المصالح الجزائرية، كاين صفحات راهم تحت المجهر يتبعوا. قال درك هذه الوثيقة شكون اللي عطاها لك؟ تارك هزيت، شكون اللي عطاها لك؟ أنا ما على بالهم بيا بلي راني في الخارج، لو كان جيت راني في الداخل ممكن يعيطولي، ولكن مادام راهم سقصاوه قالوا له بلي قال مثلا تعرف الشخص هذا ولا ذيك، أمر عادي نورمال، وهذا أنا لا يحرجني، ما عندي حتى مشكلة فيما يتعلق بالقضية هذه. شرطة تخدم في خدمتها، هزوا شخص قال الوثيقة منين سربت انت؟ انت مرات الناس ما تاع علاش انت تهز وثيقة انت وتنشرها؟ ها
ومن بعد بطبيعه الحال الشرطه يعيطولك حاجه عادي، تروح انت تنشر وثيقه. لذلك انت قبل ما تنشر وثيقه، قبل ما تبارطاجي موضوع، خمم الصفحه هذه قال شكون مولاها كذا كذا. انا راني ندعو للمصالحه، ننشر بعض الملفات بعض التسجيلات من اجل النقاش، من اجل باش تخدم الناس العقول تاعها، من اجل باش الناس تتحاور مع بعضها في اطار من الاخوه والتسامح. لكن لست انا مسؤول على الكلام الطايح، ولا راني مسؤول على الاسم نتاعي. انا هاو الهدف نتاعي هي المصالحه الحقيقيه. انا دوك لما نشوف انا وثيقه تاع الشرطه ولا وثيقه نتاع الجيش ولا نتاع المخابرات نشرتها صحف اخرى، انا نحب هذاك اللغم هذاك نفجرو في الصفحه نتاع المصالحه على جال باش ننزع هذيك الالغام اللي راهم يديروا فيها. ولكن انا ما رانيش متخندق مع جهه ضد جهه، انا راني متخندق مع الجزائر. لما نشوف حاجه في المصلحه تاع الجزائر ننشرها من اجل خدمه الجزائر، لما نشوف حاجه هي تضر بالجزائر ننشرها ولكن ليس من اجل الاضرار بالجزائر، وانما على جال باش الجزائريين يعاو الناس اللي راه ناقص عندهم وعي والله، وما يتخدعوش. دائما نقول للناس عندكم مطلق الحريه، مطلق الوقت، خدم عقلك، عقلك خدمه. لما انت تجي تناقش موضوع ولا تجي انت تتطرق المساله، خدم مخك ومن بعد تكلم. با نشوفوا ترى الاخ هذا محمد لعل الله نفس المشكله. الاخ محمد كاين ربعه راهم في القائمه ولكن منهم واحد ما قدر يدخل، ربما الضعف تاع الخط ولا ربما في البارامتراج تاعكم كاين ربما نتاع البارطاج هذيك راك ماكش مشغلها وبالتالي ما تقدرش تدخل. نزيد نعاود الاخ سليم، كاين الاخ محمد، محمد قاسم، والاخ ميلود مخلوف، والاخ عادل بالكرفة. شوفوا ترى هذا اللي يرمز للاسم نتاعو بتي ماكس هذا، شوفوا ترى بالك العود هذا يقدر يدخل. هو كاين اشكال، اشكال راه راجع للاخوه اللي ربما عندهم ضعف في الخط نتاع الانترنت. الاخ محمد الموضوع هو حول الابتزاز، تحدثنا على الابتزاز، قلت انا نخلي على جال باش الاخوه يتكلموا. الله غالب الاخ محمد راه يكتب لي رفض، دونك راني دخلتك والمشكله من عندك. نعاود نشوفوا ترى الاخ محمد نفس الشيء. الاخ محمد راه عندك اصبر شوف نعاود نحيهم ومن بعد ربما راه كاين هو الاخ سليم. نشوفوا ترى لعل الله هذه المره تنجح. راني الاخ امين صحيح صحيح يا ول الاخ امين. شوف نقول لك هذه راها شوف مرات هو انه المساله تكون على مستوى محلي. ايوا السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ نور الدين، واش حوالك؟ الله يبارك فيك الاخ الكريم، الصحه بخير والله غدا ربي يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الناس؟ راني نتكلم معك من باري يا خويا الحبيب. مرحبا بك الاخ سمير هكذا. سليم سليم. اخ سليم مرحبا بك الاخ سليم. بارك الله فيك، راني نتبع فيك من زمان على كل حال. ربي يبارك فيك الاخ سليم. وما عنديش بزاف من روح من البلاد، يعني كنت نتبع فيك في البلاد، كنت نتبع فيك بكوني ديجا راني ميليتار مبليسي. راني ان شاء الله
مكفوف تقص في عيني طرأ قنبلة. ربي يشافيك إن شاء الله. وراني متواجد درك في سونتر دريكاسيون في باريس، حبيت نشاركك والله معليش سقسي تفضل براحتك خويا الحبيب. وش كما صرا لك حادث والله؟ بومبا بومبا وطرت عليا راحوا لي عليا في جبل في جبل وحش كتصنطيني. ربي يكون معك ان شاء الله. الله وابين ان شاء الله. ربي يكون معك شفت. وربي يشافيك ان شاء الله. تبعتك وشفت شفت شفت البرنامج البرامج تاع المصالحه تاعك في راديو وطني كل. ربي يبارك فيك ان شاء الله. والاخ واسمه سليم وما تشوف بعينيك شويه ولا ما كانش خلاص؟ لا ما نشوف، لا ما نشوفش خلاص. ربي يكون معك ان شاء الله. ودرك راني ندير راني في سونتر ديديكاسيون، راني ندير راني درك راهم هنا ياهلوا فيا باش تولي اوتونوم نعيش وحدي يعني. ربي يكون معك ان شاء الله. فوالا هنا هذا سونتر ديديكاسيون. اخ سليم اللي تحب ندير معك، لكن تحب ندير معاك برنامج هكذا وتحكي لنا على الحادثة نتاعك وش صرا لك، والله مرحبا بك. والله بكل فخر معك سي نور الدين، انا تعجبني ويعجبني الحياد نتاعك، شفت باللي ما راكش من حاز الجهة وتخلي الانسان يعني في راحته. واش هي هذوك لي ريبونتي اللي شفتهم يديروا المداخلات شاك فوا؟ ما تعجبنيش منهم حاجة، سؤال عيايدة ولا هذوك اللي كي يهضروا على لي جينيرو ويهضروا على اسماعيل يرحموا عليه ويقولوا ربي يرحمهم، وكي يهضروا على الجنود اللي شدوهم وما قتلوهمش وعاملوهم مليح يقول لك هذاك عدوي. هذه اللي ما تعجبناش برك حنا يعني، ما تعجبناش يعني الصراحه، ما تعجبنيش كي نسمعهم يرحموا والحاج والله يبارك ويشكروا فيهم اللي طلقوهم من الحباس، والجندي يقول لك انا قتلت وندافع على نفسي ولا كان ولولاهم لا ظلام ولا والجندي تما واش راح نقول لك تما. انا ماشي ما رانيش كبير في العمر بزاف، زايد 1975 دخلت للجيش في 94 يعني كي حليت عيني لقيت البلاد في غيره ما على باليش. انا سليم واش من قطاع كنت فيه؟ انا كنت في القطاع العمليه تاع سكيكدا وماتريال العتاد. تسمى خرجتوا داروكم عمليه والله؟ في راتيساج ايه، وثم في قسنطينه، هي لي فرونتيير ما بين قسنطينه وسكيكدا جبل وحش. ربي يكون معك ان شاء الله. يا اخي سكيكدا قسنطينه وسكيكدا وقالما وجيجل وعنابه، بس كيكدا في الوسط. حنا انا من الجهه تاع قسنطينه تم تقست سنه 96. ايه من 96 تقست في 96 انا. وجهك تقست فيه بزاف والله. ما راهش يبان لك وجهي، ما على باليش راني مداير البورتابل اون فاصليه بصح ما على باليش. لك انا لا 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 نشوف بعيد شويه هكا يعني، نستعمل الجهاز نتاع البورطابل انا ثاني. هاك هاك مال ارواح عندك الفيسبوك تاعي، ارواح ندير مقابله ونحكيو شويه على المصالحه الوطنيه. والله مرحبا بك والله وسهلا بك. وجهي مازال فيه شويه تاع ليطاج خضوره تاع القنبله، وشويه في نيفي مضروب نيفي. كنت مكسر في رجلي ويدي وارتحت الحمد لله. درك راني نقرا هنا في السونتر هذا انفورماتيك، راني نشوف كيفاش نندمج مع الاعاقه ان شاء الله يكون معك. والله ربي كل شرف ندير معك حوار، ما عندي حتى مشكل والله. انا هذا هو النظام تاعي. انا شوف نقول لك، انا تلقى عندي غير الصح. انا كاين بعض من الناس اللي هما ما عندهمش هذا الشجاع. انا شوف نناقشك انت ونناقش درودك من اجل مصلحه الجزائر، ما عنديش حاجه واحده اخرى. وبالنسبه لي انت جزائري، كنت كيما لك انا سمعت للتونسي وبكيت معاه
درك لما نسمعك انت يا ونشوفك انت متاثر نبكي معاك، لانك لماذا؟ لانك انت راك خويا وراك جزائري مثل ما هو خويا التونسي. نور الدين الاخ الكريم، نور الدين بالك بزاف ناس يحطوا باللي احنا هاد الفئه هذه نكرهوها وما نحبوهاش، ما نكرهوهاش اخويا الحبيب والله ما نكرهوها، يعني رب العالمين بسال البلاد هذه باش قسنا روا بعضنا بالزواوله، يعني واش يكونوا هما واش يكونوا هما جزائريين مواطنين. درك كون نبداو نوليو نربشو في الماضي، انا غلطت انت غلطت، ما تفرش الحكايه. احنا كي كنا صغار واش قراونا الوطن للجميع، صحيح. لازم هاد الوطن للجميع، كي الاسلامي كي العلماني كي اللي لا ما زلنا باش نقدروا نبنيو دوله اسلاميه ما عندناش امكانيات، خطر حتى درك الشعب يروح ويقول ندير دوله اسلاميه، ها يجي الناطو يبومباردي ثاني نهار يجيك الناطو، هدير كون دوله كما راهي دايره تركيا درك، وكون روحك وكون الجيش نتاعك وكون قادر باش تدافع على روحك ويكون عندك نواوي وخرج قول لهم ندير دوله اسلاميه انت تصلح لك، بصح انت ما عندك والو تخرج تقول لهم انا ندير دوله اسلاميه العالم كل يبومباردي فيك، باينه الحكايه. يعني ما راناش حبيت نقول لك احنا ما راناش ضد المشروع نتاع العهده الاسلاميه، بصح شاءت الاقدار باش تقاتلنا، ربي يغفر لنا وخلاص. يا ربي الله يكون معك. انت يا شوف انت يا راك كيما نقولوا كنت في الجيش، رحت انت يا لظروف تاعك، انا ما على باليش بها، راك دخلت للجيش، كاينين الناس اللي هما كيف كيف ثاني راه الظروف تاعهم كاين، لا ديك الصحه يا وقعت فتنه في البلاد وحنا ماناش حابين وان تزيد تقع فتن واحد اخرى. هادو ماشي اجانب سي نور الدين، هادو الناس ماشي اجانب، هادو الناس ماشي اجانب، هادو فاميلتنا واقاربنا وجيراننا وحنا كيف كيف صح. بالنسبه ليهم تما هذه الفتنه قلت لك ربي يغفر لنا، يعني كلكم خطائين وخير الخطائين التوابين، يعني الانسان كنا عرف ما يدخلش فيها خلاص، بصح كي كتبت له وشارك فيها يطلب ما يقول انا لا راني غلط لا راني صحيح، لازم نخليوها ابار هذه الحكايه وندخلوا في حكايه اخرى وفي مشروع جديد. البلاد راهي في خطر، في خطر صح. سمعت قبيله واحد المتدخل معاك قال لك باللي الشعب الجزائري يحب المؤسسات الامنيه، والله كون يروح يهضرها هذه، يعني نقول لك انا ما عنديش بزاف ملي رحت من البلاد وما عرف واش كاين في البلاد، كون يروح يهضرها الكلمه هذه تاع الشعب يحب المؤسسات الامنيه ويروح يهضرها في الكارتي بوبيلان، والله ما خرج، والله ما خلوه يخرج، ما يتقدرش تهضرها هذه في الكارتي بوبيلان، نتحداه يروح للحراش ولا يروح لباب الواد ويقول لهم الشعب الجزائري يحب المؤسسات الامنيه، ما كاش منها، ما يحبوهمش ويشوفوهم كقوه استعماريه يظلموا وطغاو في الظلم، يجي صحه يقول لك انا امر انا 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 عبد مامور، ما راكش عبد مامور في الرشوه، ما راكش عبد مامور اوامر في اطار القانون، كاين اوامر في اطار القانون، حتى الشيخ نتاعي تجي تعطيني اوامر تقول لي دخل للدار تاع هذا دخل للدار تاع هذا ما ندخلش، كي قلتي وقبيله باللي لي جينيرو ماشي كل سراقين، اسمح لي سي نور الدين راك مغلطين، اللي ما سارقش ما عندوش مبدا، وانا جو بريفير سارق عنده مبدا، كاين سارق عنده مبدا ما يسرقش بالكونفيونس، ما يسرقش خوه، ما يسرقش صاحبه، بصح هادو وما عندهم حتى مبدا وما فيهم محب ربي، يعني حتى وتشوفوا بالك جينيرال ويصلي وتشوفوا كذا متواضع بصح ما عندوش مبدا، واش ندير بيك جينيرال بلا مبدا؟ فما تنفعني باش تنفعني انا شعبي بسيط قليل، وانت جينيرال وما عندكش مبدا واش ندير بيك؟ كون عندك مبدا على الاقل ديميسيوني، روح ادخل دارك، راك شفت هنا في المظاهرات نتاع باريس كي خرج الشعب واش قالت لا بروتيكسيون سيفيل، ما حبتش تخدم لا بوليس، قالوا ما نضربوش الناس على خاطر هاد الناس اللي خرجوا يديروا في المظاهرات في بما فيها المطالب تاعهم لا روتريت، قال لك لا بوليس هادو يدافعوا علينا حنا، يعني غدوه راني روتريتي. نعم، المهم الاخ سليم شوف
احنا الموضوع نتاعنا اليوم هو حول الابتزاز. حول الابتزاز. اذا كان نتايا اصبرني برك اصبرني. اذا كان نتايا حبيت على جال باش ندير معاك حوار على المباشر والناس كامل تسمع، نديروا موعد، خلي لي الهاتف نتاعك والله راني نتصل بك انا بالهاتف، نديروا فيها موعد ان شاء الله على جال باش نفهم القضيه نتاعك، من بعد انا نوجه لك اسئله وان شاء الله نديروا حوار ونعلو وجو تجي الناس تسمع. واذا كان نعم الان الموضوع هو حول الابتزاز، اذا كانت ممكن تفيدنا في هذا الموضوع. شوف النظام هذا، النظام هذا ما نقولوش الحكومه، خطر الحكومه اللي يجي بها الشعب، هذه عصابه، هذه عصابه مع هذه عصابه. كل مره واش تخرج لنا؟ والشعب الجزائري واش راح نقول لك؟ والله رانا شعب مغفل. في الثمانينات الاخوان المسلمين غير اللي يحل فمه ولا يهضر كلمه يقول له انت من الاخوان يديه للحبس. جات التسعينات اللي يلقاوه يقول لهم لا انا نعارض كما انا ماشي هاك الخدمه، يقولوا له انت حس مدني يديك يذبحوك. اللي يعارض الدوله يقولوا له انت مع الارهاب. الدرق السيكسي لامود نتاع الابتزاز، خرجوا لنا بالابتزاز، خطر على المخدرات، خطر على كل مره واش يخرجوا حاجه باش يتهموا الناس يديوها للحباس في بطل ربي. هذا امير ديزاد، هذا امير ديزاد انا ما نعرفوش، وبين المصادر نتاعو، المصادر تاعو اللي يجيب فيها يعني المعلومات نتاعو باين باللي عنده مصادر، يعني باين باللي راه متخندق في جهه. بصح انا علاش هذا الانسان علاش نحوس عليه انا هو شخصيا؟ مادام عنده 2 ملايين جزائري متابعو في لاباج نتاعو، جو لي ريسبكت. 2 ملايين ماشي امير ديزاد، نحترم 2 ملايين، ما نقدرش نقول شعب ماشي متربي. السيد هذا ما دخلش العرس وصور، السيد هذا راه يقول باللي راني نفضح في الفساد نتاع ابناء المسؤولين. درك لا كان عنده قضيه مع انسان سبزو يخرج هذا الانسان. درك انا الا كان خرجت جهرت بالمعصيه نتاعي وخرجت نشطح في لي زونزيليزي وصورتني الناس وحطتني في الفيسبوك، تقول لي ابتزاز؟ هذاك فعالي انا اللي خرجت ورحت درت هذاك الفعل، مش اللوم انا على اللي صورني وحطني. انت اللي راك تسرق في الصوارد، وانت اللي راك تخرب في البلاد وعايش بها حياه البزخ، وتزيد تصور وتحط في الفيسبوك، ومن بعد الناس كيقولوا للشعب هاو المسؤولين واش راهم يديروا، تولي دير لنا قضيه وتخرج لنا قانون الابتزاز. على بالك ما عندهاش 3 شهور ما من الجوامع في الجزائر يحكيوا على الابتزاز؟ يعني الشيء اللي يتقال في النهار يتقال في الجامع، سي امبوسيبل. يعني حتى الائمه يسمى راهم خرجوا ليها قد الاخ سليم. شوف الموضوع هذا نتاع الابتزاز بغض النظر عن الاشخاص، مش بالضروره دوك قال احنا كي نقولوا الابتزاز، انا مانيش من النوع هذاك اللي انا انسان أوي. منطقي، انسان عقلاني. شوف اعطيناك كمثال برك. ايه كي نقولوا الابتزاز ما نعنيوش الشخص ولا مجموعه من الناس، ابتزاز كموضوع موجود مش فقط في الجزائر. الابتزاز يختلف درك الابتزاز، الظاهره هذه اللي راها دوك الان موجوده في الانترنت راها رايحه تتوسع، لو كان ما تكونش هناك ثقافه غير صبرني برك صبرني ومن بعد ان شاء الله نعطيك الكلمه. اتفضل اتمنى تعطيك باذن الله على مره قبل. اتفضل سيدي. المهم فيما يتعلق بهذا الموضوع الابتزاز، قلت لك لازم له ثقافه بمعنى انه تكون هناك ثقافه في الاسره، ثقافه في المدرسه، ثقافه في كل المؤسسات نتاع الدوله، في الثانويات، في الجامعات. وتعرف الناس تقرا في الجمعيات، قال ممنوع تصور واحد وتنشر الصوره نتاعو بالاذن نتاعو، قال كذا قال كذا قال كذا. يا صاحبي مثلا واحد يجي يثيق فيه يعرضك ويكرمك فيه، يجي يثيق فيه، وانت تحضر في العرس نتاعو وتاكل الملح نتاعو، بعد انت تصور له بنت وجهي تنشرها في الفيسبوك، هذيك ما يعتبرش، هذاك ما يعتبرش ابتزاز، هذيك تعتبر خيانه. هذاك راه ماشي ماذا، ما هذيك فاتت الابتزاز، هذيك اكثر من الابتزاز. ابتزاز لما واحد هو ينشر صوره نتاع واحد
لماذا ينشر على الجيب باش يضغط عليه؟ كاين اللي هو ربما لم الابتزاز. وراهم الضحايا، وراهم الضحايا، وراهم رانا نسمعوا في كلمة الابتزاز بصح الضحايا ما كانش، شكون هما الضحايا؟ سمي لي ضحية. اللي خرج وقال أنا ما كانش ما كانش الكلمة كاينة، التهمة كاينة. الابتزاز، الناس كل متهومة بالابتزاز، أنا متهوم، أنت متهوم، أمير ديزاد متهوم، الشعب كامل راه يتهم في بعضها، هذاك بصح باش يخرج إنسان ويروح للعدالة ويقول أنا ابتزني فلان، ما كانش. لا لا لا. لا ما تغلطش الأخ. سمي لي ضحية، سمي لي ضحية اللي راح اللي خرج قال أنا درك أنت مثلا راك تقول سعيد بزديرة قال ابتزني. ما شفناكش ابتزيته بالحق. نحترمه على كل حال الاستاذ بزديره بصح انا ما شفتكش نتبعك نشوف كلش يعني واش تحط كامل في الانترنت نشوفه تاعك ونبارطاجي وكل شيء بصح ما شفتكش هو انا ما قلتش ابتزني ولا هو قال انا ابتزيت مش الموضوع هذاك هو شوف ما فهمتكمش المعلومه الشعب شوف درك كاين شخص هو تكلم معاه سعيد مزدير هو راه يقول باللي فيما يتعلق بالموضوع هذا نتاع امير ديزاد تصفيه نتاع ريغلومونت كونت فهمت راه يقول باللي سب اصبرني ما تقطعنيش في كل كلمه راني معاك اسمعني نكمل المداخله نتاعي ما تتكلم شوف هو راه يقول باللي عنده مشكله شخصيه مع هذا المدعو امير ديزاد يقول باللي تحدث في عرضه وتحدث في من حقه هو يجي باش يدافع على روحه من حقه باش يدافع على روحه انا مانيش اصبر راني نسمع من حقه باش يدافع على روحه من حقه على جل باش هو يتابعه حتى في القضاء من حقه ذركا هو راهو يتابع في القضيه وراهو يحوس يلقى اي طريقه من اجل على جل باش ينتقم منه ذرك هو من بين الاشخاص أثير هذا الموضوع هذا نتاع الابتزاز من أنه راهو هذا أمير ابتزاز يبتز في ناس وراهو يدي عليهم في الدراهم الموضوع اللي قالوا في الشو في النهار من بين الأشخاص من بين الأشخاص اللي كانوا في هذا الموضوع هو أنه بالديرة اتصل به يتكلم معاه كان يتناقش وياه وذاك الشخص سجل المكالمة نتاعو سجلوا المكالمة نتاعو وانشرها في الموقع نتاع اليوتيوب اخرى انا نشرتها مثلي مثل الناس من اجل على جل باش تحدث ردود افعال على جل باش هي تخدم الموضوع هذا من اجل على جل باش الناس تفهم هذا الموضوع نتاع الابتزاز عوض هو انه هذا الديره عوض هو انه يتصل بيا راهو الهاتف نتاعي منشور يتصل بيا قال سي محمد انت راك نشرت التسجيل هذا انا حاب ننشر وشو حاب نفهم وش هو الهدف نتاعك نتصل نتكلم معاه ونفهمه انا ما عنديش عداوه شخصيه بيني وبين بزديره هذا وراني نتكلم في كلام موضوعي وكلام عقلاني ما عنديش مشكله شخصيه معاه رغم انه تحدث فيا هو اللي يتكلم معايا ويسقسيني ونتفاهم انا وياه في الموضوع هو راح دار تسجيل قال باللي انا راني نشرت تسجيل وقصيت الكلام نتاعه وقلت ويل للمسلمين فهمت؟ هاي المساله واختارني من دون الناس كان كثير من الصفحات اللي نشرت التسجيل نتاعه ما ذكرهمش جالي انا طول نور الدين خبابه لماذا؟ خيرك لازم يجاوبك لازم يجاوبك علاش يعني خيرك من الناس كل اللي نشرت إلا كي جاوبك ما نقدروش نعرفوا علاش استعمل معك هذه الطريقة كان هو يقول باللي راهو عنده تسجيلات وراه مبعثوا له تسجيلات وراهو عنده فلاش ديسك وراه من الملفات عنده ترى تنتظر باللي غدوة ناس يحكموك في الطريق ماشي غير يقتلوك يمثلوا بيك خطر عليه انت راك تلحت في موضوع وين انك انت راك تطاكي في دي جينيرو تطاكي في وزراء تطاكي في شخصيات في كذا انتظر كل شيء عول على كل شيء كيفاش انت تنشر في الملفات ونشروك واحد تكلمت عليه انت وهدو بالسجن انت
تعطيني المعلومات والله العشيه تعشي في السيلونه مع رضا ساتون بعد هو شر لك التسجيل تاعو وانت تقول ايه هكاك انت ابتزاز وش هو الابتزاز تعطيني والله ندير لك وش هو الابتزاز هذا هو الابتزاز تعطيني ولا ندير لك بصح جماعة قال لك واحد ما هو فاهم مش فاهم حتى كلمه ابتزاز هو انك انت حاكم تحكم حاجه تحكم عليه حاجه تبتز بها قال لا والله ندير لك هاو درك لقاوها باللي الكلمه هذه تجيب شعبيه ولا قلت لك لا مود غير اللي يقيسوا الريح يقول لك ابتزني فلان كنت قرصونا موسى يقول لك بعثها لي فلان ابتزاز هاو درك راهم لا والله لا بورتكوا درك انتما عندك مشروع باين هدف باين كيفاش الانسان يعني يخدم بلاده وعلاش فوالا نشوفك فين نخدموا بلادنا وعلاش نولي انا نخلي المشروع نتاعي اللي هو التغيير ونخدموا بلادنا نروحوا لبلادنا ونولي ونداويوا في بلادنا ونسكنوا في بلادنا ونهضروا في بلادنا واش نحبوا نعم يخصنا بلادنا نهضروا فيها واش نحبوا كل واحد يعبر على رايه نولي وننساو الصح الهدف نتاعنا اللي نخدموا عليه ويوليوا يكسروا في بعضهم هذه تخدم العصابه الحاكمه يعني هي اللي تخدمها اكثر من الناس الكل كيولي بنس ديرها يا طاكيف سليم شوف انا راني نتكلم ولا يحب يجي بنس ديرها راني على المباشر شوف وراها المشكل انا ما عندي حتى مشكله معاه شخصيه لا هو ولا امير ديزاد يجي يتكلم مرحبا به يتفضل ويقنع الناس انا الشيء اللي ما نقبلوش هو الاستعمال هو تصفيه الحسابات على حساب الجزاء وكنت مثلا قال كي يكون بن ستيرة اولا يتناول المواضيع لا يحاشي جنرال الاخر فهمت عنده بن ستيرة قادر تكون عنده معلومات اكثر من هذا المدعو هذا ان الجزاء لانه هذا كان صحفي وراه عنده علاقات ناس كانوا معاه في الارندي كان ناس كذا ممكن تكون عنده علاقات مع ناس الاجهزه نتاع الامن يبعثوا له ملفات لكن انا الشيء اللي واش نحوس عليه هو انه ما تكونش تصفيه حسابات هذه المسائل تعود في القضاء خويا واحد عندك ملف عليه نتاع سرقه والله نتاع رشاوه والله نتاع فساد مختلف محكمه كاينه محكمه في الجزائر علاش انت تنشر في هذه الملفات في الفيسبوك دوكا لما ينشر هذا راه قال هذا امير ديزاد هذا راه حراك وقال لا يثق في العداله راهو ينشر صوره بعثها له واحد والله قال مثلا ما على باليش انا بيان والله ينشرها لكن انت راك تقول بالاعلامي راك الارندي راهو جهاز من الاجهزه تاع الدوله وهذا الجنرالات اللي انت راك عندك علاقات مع الجنرال الفلاني وعندك تعرف الفلاني كاين المحكمه علاش انت تجي الفيسبوك فهمت المسألة؟ فهمت المسألة ما تعالجش في الفيسبوك وقبل ما وقبل إلا عندي إمكانية باش نتكلم معاك نتكلم معاك خاطر هذه درك النشرة هذه تنشر في الفيسبوك وتبارطاجي هذا ماشي مشكل هذا نقدر نهضرها معاك نعيط لك ونقول لك أنت هاد كيف لقيتيها خدمتيها ما فيها والو يعني نتحاكى وكي نلقاك حاب تبتزني كما يقولوا من بعد نعرف بصح انا ما هضرت معاك ما نعرفك ما نروح ديريكت للقضاء على ما كان والو على مقطع تاع فيديو نشرته درك اي انسان قادر يحكم الفيديو تاعنا الناس احنا على رانا نهضروا باش تنشر الناس واللي ينشر المحادثة تاعو مع الناس ديرها علاش نشرها باش تبارطاجيها الناس هذا هو التواصل الاجتماعي ما عندك لا تهرب لا تترك فيها والسما راه بعيد ما عندك ما دير هادو بالسيلونة واسمو من حطو على جل باش ينشر تنشر وراك تتكلم تنشر في العناوين تاع الناس والصور تاعك والناس ما تحوسهاش تهضر عليك والله تهضر عليك عادي تهضر راسو عليه الصلاة والسلام وما سلمش من الناس من العباد حتى احنا يتقبل لازم الانسان يتقبل النقد اي مادام تهضر الخدمة نتاعو كاين مرات هو انه يدلي ببعض التصريحات مش نتاع واحد واسمو
شي نتاع واحد راهو جورناليست، تراك جورناليست راك تخدم في مثلا صحيفه ما والله في قناه ما، عندك موضوع قال مثلا انت راك تحقق عليه، تروح نتايا تتصل بالناس تحاور الناس، عندك وثائق عندك مستندات قال عندك تسجيلات، وتناقش الموضوع هذاك وتنور الراي العام. صح باش تجي تقول نتايا هو راهو يمارس في الابتزاز، يقول هكذا او الاسم تاعك او الاسم تاعك لو كان تتحرك ندير لك وندير لك وندير لك وندير لك، واش هو الابتزاز؟ ها مرض ولا لا مرض؟ انا شخصيا انا عندي تسجيلات ما نبتز بها حتى واحد، انا داير تسجيلات دايرها كاحتياط، فهمت؟ احتياط نكون نتكلم مع واحد في موضوع خاصة من المواضيع هذه نتاع الأمن وهذيك، كاحتياط نسجل المكالمة نتاعي يعني نهضرها والناس راها تسمع، سجل المكالمات نتاعي اللي جاني بالتي هي أحسن يلقى غير إن شاء الله الصفاء. الإنسان اللي هو يحب يلعب بالديل نتاعو نفضحه قدام الناس، بصح باش نروح نقول لواحد أنا هاني سجلتك وندير لك وندير لك لما دركنيش ولا دير لي هاتم يتفضل. والله هذه أخلاق، هذه تركسون تاع أخلاق سنور الدين، هذه من الأخلاق. نعم. هذه أخلاق كل إنسان والضمير نتاعه، وأنا نفسي ما نقدرش نديرها، أنا نفسي ما أنا ما رانيش صحافي وما عنديش مستوى وما عنديش قراد وماشي جنرال كابران شيف، بصح ما نقدرش نحكم إنسان نقول له دير لي هذه ولا دير لك هذه. الشونطاج هذا أنا ما والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك أرحموا عزيز قوم دل بهذا الزمان، يعني حتى وتشوف روحك يعني قادر على هذاك الإنسان، ولا العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة، حتى وتشوف الإنسان هذاك راك قادر عليه واش دير به أنت إلا كان ما كانش مصلحة أنت راك الهدف نتاعك المصلحة العامة. إلا كان تسجيل هذا أنت كي تتلقو ما يخدمش المصلحة العامة، وعلى تتلقو باش ترك لي امورك باش ترك لي حوالك، هاي ما انا متخندق مع الحقيقه، انا متخندق مع الحقيقه في قضيه الابتزاز، مع الامير بوزيد ولا مع انيس رحماني. انيس رحماني اللي هو انثارها المفترض هو انه قال مثلا انت تحكي في موضوع هذا نتاع الابتزاز تجيب ناس، قال مثلا مختصين، قال مثلا في العلوم النفسيه، قال مثلا امام من الائمه اللي ماشي الشيخ شمس، مش هذا شمس الدين، جيب امام واحد اخر قال استاذ في العلوم النفسيه والله كذا، وتناقش الموضوع وجوه جديده، تناقش الموضوع هذا نتاع الابتزاز اثر تاعو على الاسره على المجتمع، وش تشرح هذه الامور هذه وتخلي الناس نتا هي فيما بعد تحكم. اما هو انك انت تروح تجيب لي شخص، خلي لي الجنرالات اللي راهم بدين بوشاوي، مخلي لي الجنرالات اللي راهم دايرين كرعيهم في البلاد، ووزراء كاين واحد مكمل عشاء 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 ضرب لك ضرب لك ماش عارف انا كذا، وتجي انت تحكي لي على واحد حراق راهو هو عايش في راس حير في راسه في في, في باري، وتدير انت تصنع منه قضيه وقال هاهو وش اسمه هاهو كمال بوعكاز وهاهو هدر معاه في الواتساب، ما هيش ماشي مستوى سيدي كونري كما يقول الجوري، ماشي مستوى يعني مستوى منحط. هذاك صحفي وعنده طريقه، وانت سينور الدين صحفي وعندك طريقك وعندك الصورة تاعك وعندك المصداقية تاعك، وامير دي زاد ما خلق يعني او خلق من العدم، ما راهو صحافي ما راهو خرج راه يقول هاد الناس هادم هم واش راهم يديروا بالدراهم اللي سرقوا وينشروا في الفساد نتاعهم. درك هاد الناس هادو مطلوبين يخرجوا يدافع، مطلوبين الناس هادو يخرجوا يدافعوا على ارواحهم، خلينا منه هو كيفاه جا ومنين جا ومنين يجيب صاي سيدي باسي، يعني لازم هما يجاوبونا، يجاوبوا الشعب. الأخ سليم تفضل. شوف في هذه النقطة هذه بالذات نتاع الابتزاز ونتاع هذه النشر نتاع الملفات هذه في الفيسبوك، دركا كاينين الناس
في هذا الجهاز نتاع المخابرات اللي كانوا مع التوفيق كاين. هذا نقطة مهمة جدا. هما عندهم ملفات نتاع ابتزاز يبتزوا بها، كانوا يبتزوا رؤساء احزاب، يبتزوا بها شخصيات كسيديها الاعتراف نتاع قلب ونجمة في القضية نتاع انس البنادي، راهو بروحه هو يعترف باللي راهم كانوا يبتزوا فيه. ومش غير هو، كثير من الناس درك كاينين الناس حابين يقولوا باللي لما راح التوفيق ها وصار فيه انفلات امني وصارت الملفات راها موجوده في الانترنت، بالتالي لابد من عوده التوفيق والفريق نتاعو. هذه هي القضيه. تسمى الابتزاز، تسمى كل ما يرجع. اسمح لي، حتى لما تشوف انت درك اشخاص قال مثلا راهم داخل مؤسسه نتاع الجيش، واحد رتبة نتاع كابيتان، ولا راه واحد رتبة نتاع كوموندو، ولا نتاع جنرال، وقال راه امير ديزل. واش معناتها؟ معناتها باللي الدوله ما كانش، تسمى الدوله ما كانش معناتها باللي المؤسسات ما كانش، الجيش سيفيني راه طربك صاي خلاص. ياسين وردي، شكون هما الناس هذو اللي راهم يقوموا بالقضيه هذه؟ مجموعه نتاع الدياراس، هما جماعه الدياراس هما اللي راهم قائمين بهذه الحملة على الفيسبوك من أجل يضغطوا على الجماعة الأخرين، يضغطوا عليهم على جال باش قال يرجعوا هذا الناس، لما يرجعوهم خلاص يسكروا الروبيني. فهمت القضية؟ سنور الدين، سنور الدين، هذا العفن نقول لك أنا منين نخرج، هذا العفن نخرج من آل بوتفليقة وإتباعه، هذا واش جابوا لنا البلاد، هذا واش استفدنا منهم في 20 سنة غير العفن. هذا كل هذا الموضوع هذا كامل ملتب، يعني شوف لين وصلنا لدرجة الرداء أو الحيطات اللي وصلنا له. لا عند بالها الناس بالك هاد الجنرالات هادو اللي راهم في الجيش، أو كسر كلش وما خلى والو، أو مكان أو هاد الجنرالات هادو ما كانش فيهم واحد عنده شخصية اللي خلاهم كل في الجيش كيما راهم، من قائد الاركان حتى الجنرال اللي طلع العام هذا، قول مخير فيهم، مخير فيهم، يعني حتى كنت تلقى جنرال عنده مستوى تلقى حاطينو ابار، وكل دايرين هذوك اللي دخلوا بالترمينال في بكري باش يقدروا يمانيبيوهم، وعلى بالهم باللي الكراد هذاك اللي الدوم ما نتاعهمش يخدم سيدو ويسكت، ومقصوده الناس الطبقة المثقفة بكري الوطنيين الناس اللي يحبوا البلاد صح، ونهار اللي جا بوتفليقة عرفوا باللي البلاد شدوها بنعداس، ما تقدرش تعرف واش رايح يزيد يسرى، ما تقدرش تعرف، ما يقدرش تعرف لا يرجع توفيق ما يرجعش يقتلوه غدوة، يعني البلاد بوتاي لا مال، ما على بالناش واش منشط رايح تخرج، يكذب لي يقول لك قادر نحلل الوضع، واش هي الشيء اللي يصير؟ أنا قلتها بالصوت وبالصورة عندها سنوات، واحد ما يقدر هو يعالج هذا الموضوع ويعالج هذا الأزمة في الجزائر وحده، لابد هو أنه يكون هناك تعاون، لازم يكون تعاون هذا الخيرين وهذا الشرفاء يتعاونوا مع بعض على جلب باش هما ينهضوا بالبلاد. هاو علاش رانا نهضروا سي نور الدين درك دول في لي ديسكيسيون، الناس كي تحكي مع بعضها نعرفوا توجهات تاع بعضنا، يعني يكون انت تسكت وانا نسكت والاخر يسكت، هاد الجماعه هادي ما خلقتش، باش تخلق الجماعه هادي الفو بارلي، لازم نهضروا، لازم نهضروا، يخرج نور الدين ويخرج العرب ويخرج العربي زيتوت ويخرج امير ديزاد وتخرج الناس الكل، ومن بعد يتصفي بعضها والرجال يشموا بعضهم، ما تكسرش راسها كام يتلاقاو، بصح الفو بارلي لازم نهضروا ما بيناتنا كجزائريين. نعم كاين هضروا تخرج الجماعه، بصح كي نقعدوا ساكتين ما تخرجش الجماعه سي نور الدين، ما تكونش جماعه، الجماعه لازم لازم باش تكون جماعه لازم تكون تضحيات، راك انت مضحي قداش نسنا درك وانت راك في فرنسا ما تقدرش تدخل البلاد على بالك واش يستنى فيك، لايف كيما هذا ندخلوا عليه للحبس، ما تكسرش راسك، اللي يقول لك كاين حريه التعبير في الجزائر يكذب عليك،
لايف كيما لايف واحد، عندك برنامج واحد من راديو وطني اللي كنت تدير فيه تدخل للحبس. يعني وانا كجزائري نحتاجك برا، انا واش ندير بك في الحبس؟ ما تقدر تهضر، ما تقدر تعطيني معلومه، ما تقدر توجهني، انا ماذا بيا تقعد برا، قعد في باريس، قعد في تل ابيب، قعد منين حبيتي، بالنسبه لي جزائري شريف نشوف مع الافعال نتاعك ومع الاقوال نتاعك. الا قنعت بك اقعد في فرنسا، ما تجيش، اقعد في فرنسا ووجه لي، بس حقك برا. واش ندير بك انا كي تخرج للحبس؟ سليم أخ سليم، إذا كان إن شاء الله أن ندير معك حوار، راني تعرف صفحتي ما تعرفهاش؟ وش هي صفحة نتاعي، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ ما نعرفهاش. المهم ذوك راني نحوس عليك، شوف ذوك نحوس عليك من بعد في تلقاني يعني، وتلقاني اتصل نتصل بعض أنا في الماسنجر ومن بعد سهل. راني نعيطك بالتليفون، نعيطك بالتليفون، عيط لي بالتليفون. أسنى تحب نعطيك تليفون درك نعطي لك، لا تحتاجه درك نعطي لك. قل لي لي ما بالك لعود الناس راهم هيا روح ما لا تشوف اتصل بيا في الماسنجر نبعثه لك، خطر ما رانيش فاتح بيه فيسبوك. هايوة راني نتصل بك نبعث لك رساله، خلي لي التليفون ومن بعد نعيط لك في التليفون. ان شاء الله ندير معك نحدوا فيها. بارك الله فيك وصافي بليزير نور الدين اللي نحكي معك سي نور الدين، والله شرف كبير ليا، وربي يحفظك وربي يسترك. ربي يبارك فيك الاخ سليم، شكرا. هيا بارك الله فيك وشكرا، وتصبحوا على خير. تحياتي للمشاهدين الكل تاعك. صح شكرا صح. شكرا. هذا الأخ سليم واحد من الإخوة اللي كان على البث المباشر، هذا واحد من الإخوة اللي كان في الجيش وتفجرت عليه قنبلة، هو الآن راه مكفوف، راه الآن يعالج في فرنسا. ممكن إن شاء الله نديروا معاه موعد. أصبر تشوف ندخلوا الأخ هذا اللي مسمي روحه اسكندر، شوفوا طرب لك لعودية. الأخ اللي مسمي روحك اسكندر ما قدرتش ندخلك، يبدو أنه راه عندك إشكال في نفس المشكلة مع الأخ الآخر. أمين أمين طارا، نفس المشكلة الأخ أمين. شوفوا ترى مع هذا سمير، وإن شاء الله أن مهم الإخوة إذا كان فيه إخوة آخرين يحبوا يديروا مداخلات هكذا قصيرة باش نختموا إن شاء الله هذه الدردشة. المهم راني أضفتك الأخ سمير. يبدو هو أن الأخ سمير عندك مشكلة في الخط تاعك. لا يهم الأخ حكيم جندي سابق ولا ضابط، ما يهمناش احنا، المهم جزائري تعرض للمصيبة، تعرض للفتنة، نديروا مع حوار مثل ما درنا مع الناس اللي كانوا في الجماعات المسلحة، نحاوروا ناس آخرين سواء كان دركي ولا كان في المخابرات ولا كان في الشرطة، باش نفيدوا الجزائريين والجزائريات، لا سيما شباب هذو اللي ما عاشوش الفتنة هذيك. السيد محمد طرد قلت قنبلة عليه، جي انت تهضر في الهضرة هذه. أخ أمين زيد ترى نحاول نضيفك، نفس المشكلة الأخ أمين. أخ أمين والأخ حكيم نزيد شوفوا ترى نجربوا مع الأخ حكيم هذا. أخ حكيم هذا ما جربتش معه. مهم الإخوة لازم يكون عندكم هاتف نقال وتكون عندكم الابليكاسيون تاع الفيسبوك، بالإضافة
الباراميتراج، لازم واحد يكون عنده تاع السماح هذيك باش يقدر ي... نفس المشكلة الأخ، راني أضفتك و أخ مولود مرحبا بك. أخ مولود سيدي سمعنا صوتك، أروح أدخل معنا دير معنا شوية شوية بوليتيك. أخ طارق راني حاولت شحال من مرة ندخلك، ربما راه عندك مشكلة في الباراميتراج تاعك. يعني نتكلم الأخ طارق على المباشرة، وراهم كاين إخوة راهم يتدخلوا. أخ هاشمي بوضياف راك متشعلوا في النار، ربي يهديك. هذا ما نقولك، ربي يهديك وربي يفتح لك عينيك ويفتح لك عقلك. حنا نوعيو في الناس، السيد يقول لك تشعلوا في النار. الله يهديك. اخ اللي ترمز للاسم نتاعك بالسكندر نفس الشيء. شوف يبدو هو انه راهو عندك، اصبر شوف ترى ندخلوا الاخ مولود بالك. أضفتك أخ مصطفى، ما فهمتش التعليق تاعك. إذا كان فيه واحد من الإخوة حبي يدير مداخلة ما عندي حتى مشكلة. الأخ مصطفى ربي يبارك فيك. الأخ حكيم اصبر تشوف، اصبر تشوف نعاودون. اخ مولود يبدو هو انه مازال ماكش متعود على هذه المسائل. نزيد نعاود نجرب الاخ طارق. اخ طارق هاني اضفتك، راهو لهنا راهو يقول لي باللي راهو في الطريق. نفس الشيء هاو كتب لي ريفي، معنت بلي معنت بلي انت اللي راك رفزت المداخلة. خمس الأخ مولود إذا كنت تحب تدير مداخلة ندخلك معنا. الصوت تاعك برك سيدي، واش راك لاباس؟ كي تعود هاني لاباس عليك، والعصافير تزقزق خلاص. اخ مولود وجماعة بريطانيا، ربي يبارك فيك. الاخ كمال سعدون، اي واش دير؟ انا صابرين صابرين الهبل تاعهم. الأخ فتح مزديرة، سقسيه سقسيه قول مزديرة كيف راك. مزديرة راهو دخل في واحد الموضوع، موضوع أكثر منه. هو مرات يجي هكذا على الأطفال الصغار هذوك اللي ما عاشوش الأزمة وما يعرفوهاش، ويشوفوا فيه على أساس أنه راهو شخصية كبيرة. طاح في بياع الفول. باه شوفوا ترى نجربوا ترى مع خونا ياسين. ياسين هذا بالك لا عاد يمشي الخط عنده. الأخ ياسين راني أضفتك. موت كاين لا كونيكسيون. ها ايوا اخي ياسين مرحبا بك. ياسين
الأخ ياسين، أخ جلال قلت لي حقنا قبل الانتخابات أو غلق الطريق. أيوة أخ ياسين، مرحبا بك ياسين. ياسين أخ ياسين تفضل. أخ ياسين أنا نسمع فيك تفضل. لا الأخ ياسين أخ ياسين أخ ياسين هل تسمعني؟ المهم نذكر الإخوة والأخوات اللي ربما هذا مشتركوا بينا، سيما من الإخوة اللي راهم موجودين في كندا وفي أمريكا والإخوة اللي راه عندهم فارق نتاع الوقت. الموضوع تاعنا هو حول الابتزاز، إذا كان فيه إخوة وأخوات يحبوا يجيوا يشاركونا بمداخلات هكذا قصيرة، وننهيو إن شاء الله هذه الدردشة، وإن شاء الله نلتقي في حوارات واحدة أخرى. كنت منذ قليل نتناقش أنا والأخ سليم منسكي، إذا أعتقد هو أنه وقع في داروا لهم اسمه مهم عملية تفجرت عليه القنبلة. أصبر شوف ترى ندخلوا للأخ مولود، تفجرت عليه القنبلة للأسف الشديد وهو مكفوف من عينيه. نحاولوا إن شاء الله نديروا معه برنامج وإن شاء الله نسمعوا الشهادة نتاعو وش وقع له في هذا الحادث، ونحاولوا إن شاء الله نفيدوا خوتنا الجزائريين والجزائريات، سيما من الشباب هذو اللي ما عاشوش الأزمة وما يعرفوش الحيثيات نتاعها. إذن الإخوة والأخوات الموضوع تاعنا اليوم هو حول الابتزاز، نتحدثوا عن الابتزاز بشكل عام. تعرفوا في البث المباشر لما تكون هكذا فيه مداخلات وفيه تعليقات هكذا ما تقدرش الإنسان يركز يعني على الموضوع كما ينبغي. نحاول قدر الإمكان على جل باش نفيدو خوتنا. رانا نحكيو الأخ على الابتزاز شونطاج. أخ مولود راني أضفتك للأسف الشديد. الأخ مولود شوف ترى هذا وارب مدينة، هذا الزعيم هذا بالك لا عاودكش ما يقولنا كلام كيما نتاع بو مدينة. راني أضفتك الأخ للأسف، للأسف الشديد الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بهواري بو مدينة. نزيدو ترى نعاودو ندخلو هذا الأخ، هذا أمين. الأخ أمين هاني دخلتك. شوفوا الإخوة والأخوات، هي المسألة تتعلق بالإنترنت اللي يكون الخط نتاعو ضعيف، والله يكون الجهاز تاع الهاتف نتاعو ضعيف شوية ما يقدرش يشارك في هذه الندوات هذه. ولازم واحد يكون عنده هاتف نتاعو شوية صحيح، وتكون عنده لابليكاسيون تاع الفيسبوك، بطبيعة الحال يكون الجهاز نتاع الهاتف نتاعو عنده الكاميرا. ما تقدرش انت تشارك في حوار بالصوت والصورة إذا كان ما عندكش الكاميرا. أخ مولود راني أضفتك، ولكن للأسف الشديد نفس المشكلة. الأخ أمين غربي راني أضفتك، زيد نعاود ندخلك ترى الأخ هذا اللي ترمز الاسم نتاعك بهواري بومدين، ونشوفه شوفوا ترى المرة هذه مالك لا عاود تتعدى الحاجز هذاك. راني أضفتك الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بهواري بومدين. نتحدثوا بشكل عام،
للأسف الشديد نفس الشيء ما قدرش تتعداه. شوفوا ترى هذا الأخ اللي يرمز الاسم نتاعو اسكندر، الأخ الكريم عندك مشكلة في الهاتف نتاعك، ضعف في الخط نتاع الانترنت، وإما هو أنه الباراميتراج تاعك راهو انت في الباراميتراج راه ربما راك دير واسمه حاجة مجمدها، لازمك تشغلها على جال باش انت تقدر تدخل وتقدر تشاركنا معك. لحد الآن كاين ثلاثة من الناس اللي راهم يطلبوا في الإضافة، الأخ أمين غربي، أخ اللي ترمز الاسم تاعك بهو ريبو مدين، والأخ سكندر سولو. حاولت كم من مرة على جال باش ندخلكم ولكن للأسف الشديد ما كانش. شوفوا ترى الأخ هذا سمير الأخ محمد بن علال على الموضوع نتاع الابتزاز بشكل عام مش خاص بشخص، والله تحثوا بشكل عام هذه الأمور نتاع الابتزاز اللي راه حادثة في الجزائر لا سيما في هذه المواقع نتاع التواصل. الأخ ميلود شوف كاين بوطون وين تعليقات هذيك، كاينه ثم كاميرا تطلب انت على جال باش انا نضيفك، انا نكتيفيها من عندي تبقى مده لانه الضعف نتاع الخط نتاع الانترنت ما يخليكش انت تشارك، لازم يكون الخط نتاعك صحيح سينو ما تقدرش تدخل، بالاضافه للباراميتراج. وعليكم السلام الأخ بن جلالي عزيز. شوفوا ترى الأخ إسماعيل هذا نفس الشيء. شوفوا نقول لكم الإخوة شوفوا نعود نوقف البث المباشر هذا مدة هكذا معينة نتاع ربع ساعة والله، ونعود نرجع لكم إن شاء الله. نزيدو نديرو شوية نتاع لاشارج للتليفون ونعودو نرجلو إن شاء الله المشكلة هذه نتاع الصوت بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم.